مساء الخير. ضيفة الليلة من مرايا مزيج لبناني إيراني فلسطيني، تنتمي إلى جيل الرفض والتغيير الذي ثار في زمن الحرية. رفعت قضية العرب إلى كل المحافل مقدسة إياها، فنجحت في قلب الرأي العام. سفيرة فوق العادة هي، دخلت القلوب والعقول ببساطة وذكاء وكاريزما مميزة. موظفة دبلوماسية هي، لكنها تدافع عن الحق بدبلوماسية. عاشت الحرب اللبنانية مع كل ما حملت من مآس وويلات، وعاشت الصراع اللبناني الفلسطيني في كل جوانبه. تنقلت بين بلدان عديدة، وهي اليوم مستقرة في العاصمة الفرنسية كسفيرة أو كناطقة باسم سلطة الحكم الذاتي. ومن هنا من باريس نستقبلها الليلة. ليلة شهيد، مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. حضرتك المفوض العام لمنظمة التحرير الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني المجرد من حقوقه في وطن حقوق الإنسان فرنسا. هل الدولة الفرنسية ونظرا للقيم الإنسانية يلي بتحملها متعاطفة أكثر من غيرها مع الشعب الفلسطيني، أم الحرية المساواة الأخوة هني فقط شعارات مرفوعة وبعيدة عن الواقع؟ لا، أعتقد حقيقة أنه بفرنسا في موقع مميز لفلسطين وللعالم العربي، لأن فرنسا من أيام دوغول ثم مع الرئيس ميترا والآن مع الرئيس شيراك لديها اهتمام خاص بالعالم العربي مغربا ومشرقا. لها تاريخ مهم في العالم العربي، في الانتداب الفرنسي الذي كان في لبنان، في سوريا، في تونس، في المغرب، في الجزائر، ولها اهتمام اليوم في لعب دور مهم في حل الصراع العربي الإسرائيلي طبعا. وأساسا القضية الفلسطينية أكثر فأكثر. وأعتقد أن ما يجعل من فرنسا منبر خاص في العالم الغربي وفي أوروبا في الذات، أن فرنسا هي أيضا مركز للفكر وللعلم وللجامعات، وهنالك وجود عربي مهم في فرنسا على المستوى الثقافي. العرب هما ربما المجموعة الثانية من المجموعات التي تكون الهوية الفرنسية المعاصرة، وهنالك اهتمام خاص أعتقد فيما يجري في جنوب حدود المتوسط، لأننا نحن الضفة الجنوبية للمتوسط يجمعنا عمليا مع أوروبا. وربما في هذا المفهوم الجديد المتوسط، فرنسا من الأقطاب الأساسية في دعم فكرة ظهور في العالم الجديد ما بعد الحرب الباردة، ظهور المتوسط كبند أساسي من تكوين النظام العالمي الجديد. كنت عم تحكي عن فرنسا، انه فرنسا هي منبر الثقافه والكلمه الحره. هل المثقفين العرب يلي حملوا ورفعوا القضيه العربيه لقيوا بفرنسا الدوله المتجاوبه معهم؟ بلا شك انه المثقفين العرب مشرقا ومغربا والاعلام العربي، انت تعلم ان هنالك منبر مهم اعلاميا، هنالك صحافه عربيه مهمه في فرنسا، وجدت في الجمهور الفرنسي وفي حرية التعبير في فرنسا مكان للتعبير عن وجهة نظرها. وهناك اهتمام بما يجري في العالم العربي. هذا ليس مثلا، أنا كنت عملت لمدة 3 سنين في هولندا قبل مجيء إلى باريس عام 93، لم أشعر أن في هولندا هنالك نفس حجم الاهتمام، لأن هنالك فرق في المجتمع الهولندي والفرنسي، ولكن أيضا في اهتمامات الشعب الهولندي والشعب الفرنسي بالعالم العربي إجمالا. سبق وقلت بالبداية أنك مفوضة المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطيني لفلسطين، وهذا مهم لأنه طالما المنظمة هي الممثلة أو الناطقة باسم الشعب الفلسطيني. ما بعرف لغويا مفوضة أو سفيرة كلمة ضيقة أو صحيحة، بلا شك، لكن رسميا غير مستعملة رسميا حقيقة الكلمة أو اللقب، لأن هذا المفوض العام لفلسطين هو لقب أعطي لمكتب فلسطين في باريس عام 88 عندما اعترفنا نحن في مؤسسة التحرير بقرار التقسيم الذي يعترف أيضا بوجود إسرائيل. وعندئذ الرئيس ميترا حب أن يعطي لقب رسمي تقريبا يعترف بدولة فلسطينية، فعطى هذا اللقب لفلسطين وسماه المفوض العام لفلسطين في فرنسا. يعني حضرتك اليوم مفوض العام حضرتك أساسا اللقب مذكر، ولكن أنا أصر أن يستعمل بالمؤنث، لأن ليس هنالك سبب عندما يكون الذي
يحتل هذا المكان أو هذا اللقب امرأة لا يؤنس. وأنت تعلم بلا شك أن اليوم في فرنسا هنالك قرار سياسي على أعلى مستوى وهو مستوى رئيس الوزارة أن تؤنث الألقاب إن كانت وزيرة ولا قاضية ولا نائبة، أن يصبح اللقب الذي يعطى إلى المنصب عندما يكون امرأة تحتل، عندما تكون امرأة تحتل هذا المنصب يؤنث. وهنالك نقاش كبير مع الأكاديمية الفرنسية اللي هي المرجعية التقليدية للغة الفرنسية والأوساط السياسية حول هذا الموضوع، ولكن رئيس الوزراء أخذ موقف صارم ولن يتراجع عنه. وهنالك مرسوم يطلب الآن تأنيث كل الألقاب الرسمية للنساء التي تحتل هذه الوظائف. وأنا منذ أول يوم أصريت أن أستعمل المؤنث في هذا اللقب إن كان في اللغة الفرنسية أو اللغة العربية، لذلك أنا مفوضة عامة لفلسطين في فرنسا. يعني هذا إنجاز اليوم لجوسبان الحكومة اليسارية، وإن شاء الله الإنجاز يشمل لبنان والوطن العربي بشكل عام طبعا. أعتقد أن هنالك ثورات كثيرة حصلت في العالم، ثورة الحركة النسائية هي أيضا ثورة في العقول، وليس هنالك سبب أن تسمى مثلا النائبة في لبنان نائب، هي نائبة، وليس هنالك أي أن تكون مثلا الوزيرة وزير. لماذا نسمي الوزيرة وزير؟ هي وزيرة. وأعتقد أن أمل أن هذا الإنجاز الذي حصل اليوم في بلد الديمقراطية والحرية والمساواة، لا تنسى المساواة، أن مساواة ألقاب النساء مع الرجال تستعمل أيضا بالعالم العربي إن شاء الله. إن شاء الله. ليلى شهيد، حضرتك ابنة الدكتور منيب شهيد، أحد كبار أطباء مستشفى الجامعة الأمريكي ببيروت، وهو إيراني الأصل، والوالدة هي فلسطينية من عائلة الحسيني، وقد ولدت في بيروت. نعم. وأمضيت بلبنان طفولتك ومراهقتك وصباك، يعني الحقيقة الفترة الأساسية والأكثر دقة بتشكيل شخصية مثل أي إنسان. وقد جاءت الظروف أنك تعيشي بزمن الحرية اللي كان يتمتع فيها لبنان، اللي كانت تتميزه عن باقي الدول العربية، والحقبة هي طبعا الحقبة اللي سبقت الحرب اللبنانية. لبنان الحرية كيف عرفتي؟ أولا أنا من مواليد لبنان، وكما قلت والدي من مواليد فلسطين أيضا من أصل إيراني، ووالدتي أتت إلى لبنان مع والدها جمال الحسيني عندما قرر الإنجليز الذي كانوا ينتدبون فلسطين، وكان لهم صراع قوي مع الحركة الوطنية الفلسطينية، وكان جدي في هذه الحركة، هرب مع المفتي وأتى إلى لبنان. وفي لبنان عام 39، 10 سنين قبل النكبة، تعرفت والدتي على والدي الذي كان يدرس، درس في الجامعة الأمريكية في لبنان ثم عمل في الجامعة الأمريكية كأستاذ طب. والحقيقة أنني عندما فتحت عيوني على الواقع الحياة في لبنان وفي المركز الذي كنا نعيش به وهو محيط الجامعة الأمريكية، شعرت أنني أنتمي إلى هذا الجو المتعدد الثقافات واللغات والاتجاهات، لأن رأس بيروت كانت ربما في مدينة بيروت أكثر مكان اختلاطا. نحن كنا خليط من فلسطينيين وإيرانيين، حوالينا في مدينة رأس بيروت كان هنالك اختلاط من كل الطوائف اللبنانية، كان هنالك وجود مهم جدا لهذه الجامعة التي عمرها أكثر من 100 عام، ووجود الجامعة الأمريكية بلا شك زاد جو الثقافة والانفتاح والتفاعل مع الثقافات بالعالم. وأعتقد أن كثير من ما نجحت في إنجازه في عملي بما فيها تعلمي لغات، انفتاحي على العالم، هو يعود إلى الجو الثقافي الذي كان متواجد في لبنان في ذلك في تلك الحقبة، وهو جو أعتقد أن كان مهما جدا في حياة والدي ووالدتي، لأن أيضا والدتي من متخرجي الجامعة الأمريكية. وأعتقد أن العلم أو إمكانيات العلم المتقدم الذي أتت به لبنان من خلال كل جامعاتها، لأن هنالك أيضا جامعة الفرنسية سان جوزيف والجامعة العربية والجامعة اللبنانية، له فضل كبير في كل المحيط المثقفين، لأن كان هنالك تواجد كبير جدا ليس فقط للفلسطينيين ولكن أيضا للسوريين والأردنيين والمصريين والعراقيين في هذه الجامعات. ليلى شهيد، حضرتك تلميذ الكوليج بروتستان يلي جمعت أبناء العائلات المرموقة من مختلف الطوائف والمناطق بلبنان، بوقت ما كنت طايفة أبدا مسألة جدل أو موضوع جدل أو مسألة تطرح، شو هي ذكرياتك يعني من المدرسة؟ الحقيقة أنه هذا الخيار في أن تكون الكوليج مدرسة منفتحة وغير طائفية، بالرغم أنها كانت مدرسة بروتستانتية،
هو خيار رئيسة المدرسة ومؤسسة المدرسة الذي كانت مدموزيل فيغمان. مدموزيل لويز فيغمان أتت إلى لبنان بباخرة كبيرة كانت تقطع المتوسط، وأتت أولا إلى مركز صغير جدا في الوسط التجاري في ستاركو الذي للأسف الآن دمر، وأسست أول قسم للمدرسة الابتدائية، ثم انتقلت إلى ما هو اليوم القنصلية الفرنسية في كليمونسو، ثم أخيرا بنوا المبنى الكبير الجميل في فيردا. وبلا شك أن أنا حقيقة التحقت بالكوليج من صغري من الجاردة نوفو في القسم الأول للأطفال في كليمونسو، ثم إلى فيردا، وتخرجت بعد البكالوريا من هذه المدرسة. وكانت هذه المدرسة ربما أول مكان شعرت فيه بإمكانية الاختلاط الطائفي والقومي، لأن هنالك كان عدد كبير من الفلسطينيين أيضا في هذه المدرسة، وأكون للكوليج بتستان عطف خاص حتى الآن. مثل ما أنا قبل شوي، الجامعة الأمريكية هي نموذج مصغر عن العالم بجنسياته المتعددة، سواء من خلال التلاميذ أو الأساتذة. هالجامعة كان دائما جامعة ليبرالية بلا شك، ما لحقول بتسمح لكن بتشجع على حرية الرأي والتعبير. وحرم الجامعة التي قبل شوي بطريقة يمكن مختلفة أو مغيرة شهد ولادة الحركات الطلابية المنادية بالعدالة السياسية والاجتماعية، بالتغيير، ولادة الحركات الداعية لمناصرة قضية معينة أو مناهضتها. بهالجامعة عنديتي المرحلة الممتدة من 68 لغاية 71، وليت زامنت أولا مع ثورة الطلاب في فرنسا في شهر أيار من عام 68، بداية الاحتقان اللبناني الفلسطيني وبداية المشاكل على الأرض. من وجهة نظر الطالب الشابة، هل كنت معنية بثورة الطلاب الفرنسيين؟ وهل كان من تأثير لثورة 68 في تكوين التزامك السياسي؟ وإلى أي مدى إذا وجد؟ لا، الحقيقة أنك أنت عم تنسى أنه هذه المرحلة من 67 لحد 71 بلبنان كانت أهم من أن تكون ثورة المثقفين أو الطلاب، كانت ثورة في الجيل الشباب اللبناني والفلسطيني الذي عاش نكسة 67، هزيمة العرب في 6 أيام وهزيمة كل الجيوش العربية أمام جيش واحد إسرائيلي. هذه كانت الثورة الحقيقية، وقد سارت الجماهير اللبنانية والفلسطينية والعربية المتواجدة في لبنان ضد هزيمة 67. هذا كان هاجسنا أكثر كثيرا مما يحصل في باريس. وأتى من بعد هذه الهزيمة، لا تنسى، قصف المطار في بيروت وتدمير كل طائرات شركة الشرق الأوسط للطيران في بيروت دون أن يحصل أي رد فعل عالمي. وأتذكر تماما أن أول عام دخلت فيه على الجامعة، وكان عام 68، عمليا شهر من بعد الدخول الجامعي حصل قصف مطار بيروت، وتجمع الطلاب وبدأ العمل السياسي، لأن أعتقد أن كل الشباب من جيلي، وأنا من مواليد 49، شعر أن هنالك اعتداء بلا سبب من دولة إسرائيلية لم تحتل فقط فلسطين، ولكن اعتدت أيضا على بلد مثل لبنان دون أي سبب. وأعتقد أن الثورة الحقيقية التي نشأت بين الطلاب في هذه الفترة كانت الثورة ضد الاعتداء الإسرائيلي أكثر كثيرا من الاهتمام بما كان يحصل في فرنسا، لأن في فرنسا كان هنالك نوع من ثورة فكرية في المبادئ والقيم وضد العقليات المحافظة، ولكن في لبنان الشباب اللبناني والفلسطيني المتواجد في لبنان كان يشعر أنه يخوض معركة تحدي للإجابة على الاعتداء الإسرائيلي على كل المستويات، ليس فقط على المستوى السياسي والعسكري، لكن أيضا كمان كان في ثورة على التقليد. بلا شك الثورة عمرة ما بتكون فقط ضمن إطار محدد، لأنها ثورة تتخطى كل الحدود لتصبح ثورة عقول، مبادئ، أفكار، ثقافات. لأننا أنا أكبر من جيلك، وفي جيلنا هزيمة 67 كانت نوع من هزة أرضية أعادت تقييم كل المبادئ الذي كان يبنى عليها المجتمع العربي، ليس فقط اللبناني أو الفلسطيني، ولكن كان بلا شك من المهم جدا أن يطرح الشباب لماذا تخسر 4 جيوش عربية في 6 أيام معركة أمام جيش واحد إسرائيلي.
فكان هنالك تساؤل حضاري وتساؤل تكنولوجي وتساؤل فكري ليس فقط سياسي وعسكري. لذلك كما قلت كانت الثورة الفلسطينية تمثل بالنسبة للشباب العربي وبما فيها تيارات مهمة من الشباب اللبناني تغيير جذري في مفاهيم المجتمع والسياسة وواجبات المواطن وواجبات الحكومات والعلاقة ما بين المواطن وحكومته ودولته وكيف نجيب على التحدي الإسرائيلي الذي كان تحدي على كل المستويات وتحدي مدعوم من الغرب. لذلك كان هنالك تسييس كبير في الأوساط الطلابية بما فيها أوساط الجامعة الذي كنت أنتمي إليها اللي هي الجامعة الأمريكية. رح نبقى بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي. هالصراع يلي الحقيقة عشته هذا فير وتفاصيله عام 67 إثر هزيمة 67 بدنا نحكي عنه. حرب 48 شردت أجيال وشتتت أمال وضيعت مستقبل شعب بكامله. فكانت القضية الفلسطينية قضية الجميع، قضية كل عربي وكل إنسان، وتحولت مع الوقت إلى هاجس اجتاح كل بيت، فحلم حقيقة كل بيت أو حلمت كل عائلة بالعودة إلى يافا إلى القدس. ليلى شهيد، ارتباطك بهالقضية وتعلقك فيها كيف خلق؟ وين نبت؟ بلا شك في المنزل أولا، لأن كما قلت والدتي طردت من منزلها في القدس الغربي، القدس التي احتلتها إسرائيل عام 48 ولجأت إلى لبنان، ووالدي طرد من عكا مدينته، وأيضا كان يدرس في لبنان ولكن كان يستطيع أن يعود إلى والدته في عكا، ولكن بعد 48 لم يستطع أن يعود إلى فلسطين. وأنا عندما ولدت عام 49 كان عمليا عام بعد النكبة، وكانت القضية حية جدا في الجو المنزلي والعائلي، وأعتقد أنني شعرت في أول سنين من وعيي، وأعتقد أن ربما في كنت وعي سن الثالثة أو الرابعة شعرت أن هنالك ظلم غير مقبول وغير طبيعي تجاه الشعب الفلسطيني. لأننا عندما كانت تحكي لي والدتي عن ذكريات طفولتها وعن عائلتها وعن بيتها كانت تقول لي لا نستطيع أن نعود إليه لأن الإسرائيليين أخذوا. فأول شعور أعتقد أنني شعرت به هو هذا الظلم، لماذا لا نستطيع أن نعود إلى منزل والدتي أو منزل والدي، لماذا لا نستطيع أن نزور القدس، لماذا لا نستطيع أن نعود إلى عكا. وربما هذا الشعور بالظلم هو الشعور الذي يشاركنا فيه كل الناس في العالم الذي يشعرون أن دفعت فلسطين سعر ما حصل اليهود دون أن ترتكب أي جريمة ضد اليهود. هل شعور الحقد سكنك أيضا من صغرك؟ نعم، أي هذا الشعور بالظلم بلا شك. شعور الحقد؟ لا، لم يكن هنالك أبدا في أي مرحلة من حياتي، حتى اليوم ليس هنالك حقد. معقول؟ حتى اليوم. وأعتقد أن عدم وجود الحقد هو العامل الأساسي الذي يسمح للشعب الفلسطيني أن يعيش أمال مستقبل، لأن الحقد يدمر أولا الذات. هنالك حقد كبير عند الإسرائيليين، وأعتقد أن الحكم مدمر أولا للذات وثم للآخرين. هنالك معجزة عند الشعب الفلسطيني، أن وأيضا أعتقد أن يستطيع كل متفرج أن يرى في صور الانتفاضة مثلا في أسوأ سنين القمع الإسرائيلي لم يكن هنالك حقد في أعين الناس في صور التلفزة، لأن هنالك إيمان كبير جدا بعدالة قضيتنا وبأننا سننتصر يوما. وأعتقد أن عدم وجود هذا الحقد سمح للشعب الفلسطيني أن لا يكره العالم، لأن إذا قارنت مثلا ما حصل للإسرائيليين، الإسرائيليين عمليا يقسمون العالم بين إسرائيليين وغير إسرائيليين، وهنالك نوع من تعصب مخيف لمصالحهم كإسرائيليين، وكأن بقية العالم ليس موجودا وليس له أي حق في العيش، وهذا أعتقد مدمر أساسا للإسرائيليين، لأن ذلك هما عمليا معزولين يعيشون في جيتو عقلي. هذا ليس الوضع في عند الفلسطينيين. هنالك وعي بحقوق الفلسطينيين، الفلسطينيين عندهم وعي بحقوقهم على المستوى المحلي والعربي والدولي، وهنالك إيمان بأن قضيتهم ستنتصر وإن كان الطريق طويل وصعب. لكن القهر والقمع والذل والاستسلام وعدم مش استسلام عدم المساواة الحقيقة. أيوة. بولده عند مطلق أي إنسان بولده غضب ولكن مش حقد. في فرق كتير كبير بين الغضب والحقد. بولده غضب، الغضب بولد قلة العدالة بتخلق حقد عند الإنسان. لا، الظلم بيخلق غضب،
ولكن إذا ما عندك ثقة بذاتك ما فيك تعمل ثورة. أهم شيء بعتقد، ونحن ما عملناش ثورة من أول يوم، نحن عمليا بين عام 48 عندما شرد تقريبا 800 ألف فلسطيني اللي هو 80% من المجتمع الفلسطيني، وطرد من قرى، ودمرت 420 قرية فلسطينية لكي لا يعودوا اللاجئين إلى ديارهم. جلسنا من عام 48 حتى عام 64 عند تأسيس المنظمة ننتظر أن يستيقظ العالم لهذه الجريمة ويعترف أن هنالك حق أخذ من الفلسطينيين، وأن دولة إسرائيل قامت على أنقاذ هذه البلد وهذا المجتمع. وعندما رأينا أن ليس هنالك أي اهتمام بمصائب والمأساة الشعب الفلسطيني، قررنا أن نقوم بثورة ذاتية، بثورة فلسطينية بقيادة فلسطينية هي قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي أعلنت عن وجودها عام 64 بمؤتمر أقيم في القدس، وهو المؤتمر الذي أنشأ منظمة التحرير الفلسطينية التي حصلت من بعد باعتراف عربي ثم دولي. وأعتقد أنه الثورة تأتي أولا من شعور بثقة بالذات، بالعدالة، وبالإيمان المطلق بعدالة قضية وإمكانية تفاهم مع بقية العالم على مبادئ التي أنت ذكرتها مثل مبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة. رح نرجع للجامعة الأمريكية اللي ترفقت مع أوج الحركات المناصرة للفلسطينيين، حالة النضال والمقاومة يلي سكنتك، هل اجت نتيجة جو عام ومناخ مسيطر أم كانت نتيجة إيمان وقناعة؟ أولا جاءت من مناخ عام. كنت طالبة؟ أنا يعني طالبة. كنت طالبة والطلاب يتأثروا بالأجواء المشحونة سياسيا بالجامعة الأمريكية. وقت ما أنا وصلت بعام 68 كان في جو طلابي أساسا لبناني، لأنه كان هنالك تواجد لبناني مهم جدا متضامن مع فلسطين ومتضامن مع ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية اللبنانية أيضا، لأن كان هنالك اعتداء على لبنان في الجنوب وفي العاصمة حتى عام 68. وكان الجو الطلابي في الأيوبي جو متحرر جدا. أولا كان لدينا جريدة وأنا كنت رئيس التحرير هذه الجريدة اسمها أوتلوك، يعني منظور تطلع. وكان لدينا مجلس طلابي مناضل جدا كان يترأسه حينئذ شاب فلسطيني أصبح اليوم وزير التجارة وماهر المصري. وكان لدينا منشورات مهمة، وكان هنالك مكان يسمى السبيكرز كورنر، المنبر الحر لكل شخص أو كل طالب يود أن يتكلم حول موضوع معين. وهذه الكلمة أخذت من الكلمة المستعملة في حديقة هايد بارك في إنجلترا، حيث يسمح لكل مواطن إنجليزي أن يعطي خطاب أو يعطي محاضرة أو يتكلم حول موضوع سياسي معين دون تدخل أي شرطي أو أي جهاز أمني. وكانت حقيقة في تلك السنين هنالك حركة طلابية لبنانية مسيسة جدا، وهي نتيجة نكبة 67 لأنها هي ثاني نكبة. وكانت هذه تخص كل العرب، لأن في العام 67 احتلت ليس فقط غزة والضفة ولكن أيضا سيناء والجولان. وكان هنالك شعور أن هنالك مصير عربي مشترك أمام التحدي الإسرائيلي، وهنالك ضرورة لإعادة النظر والتقييم في فشلنا كعرب. طيب كيف كانت علاقتك باللبنانية بهذيك الفترة؟ كان هل كنت لبنانية أم فلسطينية؟ لا، أنا دائما شعرت أنني فلسطينية، ودائما شعرت أننا ليس هنالك فرق بيني وبين الطالب اللبناني. وأعتقد أن المصير المشترك الذي كنا نشعر به وما زلت أشعر به حقيقة كان جو طلابي أولا عربي، وكان فيه الطلاب العرب إن كانوا لبنانيين أو فلسطينيين أو مصريين أو عراقيين في الجامعة الأمريكية. وهذا الذي سمح أن تدوم هذه الحركة الطلابية التي كما قلت لم تتوقف فقط على القضايا السياسية، ولكن دخلت في كل المبادئ الفكرية والاجتماعية والثقافية والحضارية التي كانت تخص النقاش الذي يدور في أوساط طلابية، والتي بكثير منها تتلاقى مع النقاشات التي كانت تدور في الثورة الفرنسية للطلاب في عام 68. وكنا نتناقش أيضا مع الأساتذة وأيضا مع الطلاب، وكان هنالك علاقة مع الجامعات الأخرى مثل الجامعة اللبنانية والجامعة العربية. ليلى شهيد، لبنان شرع أبوابه للشعب الفلسطيني
وتحول إلى ملجأ لآلاف الهاربين من سخط. مش الهاربين، المطرودين. هربوا بالأخير، هربوا. هربوا مشانهم الإسرائيليين عملوا كل شيء تيهربون. يعني ما استسلموا، مش هاربين مستسلمين. لا، ولكن كلمة هربوا كلمة غلط، هن طردوا من بلدهم. لأن يعني كان في شيء كتير بسيط، من هذه بلد عربية كان فيها 90% من سكانها عرب مسيحيين ومسلمين و10% يهود، تتصير بلد يهودية. كان بلا شك في مشروع لتفريغ البلد من سكان العرب ودعوة المهاجرين اليهود لأن يأتوا من 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 أوروبا. لذلك مهم جدا أن نتذكر أن الفلسطينيين طردوا من بلدهم، لم يهربوا من بلدهم. ما رح نختلف. نرجع نسير السؤال مرة تانية. لبنان شرع أبوابه للشعب الفلسطيني وتحول إلى ملجأ لآلاف المطرودين من سخط وظلم الإسرائيليين، لكن الفلسطينيين أرادوا بناء دولة خاصة فيهم متسلحين باتفاق القاهرة يلي كرس ودعم هالفكرة. فكان الاحتكاك بين الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني، أو بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية، وبدأت ملامح الفتنة تبرز وتبان وتظهر. على أي مسافة وقفتي؟ الحقيقة أنه التواجد الفلسطيني بلبنان هو نتيجة قيام دولة إسرائيل وطرد 800 ألف فلسطيني من فلسطين نحو الحدود. لذلك نرى أن أكثرية اللاجئين في لبنان وهم أكثر من 400 ألف أتوا من شمال فلسطين، لأن كان أقرب مسافة مشيا على الأقدام للاجئين أن يمشوا نحو لبنان أو يأتوا بالبواخر من عكا وحيفا إلى الشواطئ اللبنانية، على أمل دائما أن يعودوا إلى ديارهم. لم يفكروا لحظة واحدة أنهم لن يعودوا، ولكن تخاذل المجتمع الدولي وتخاذل القوى العظمى لم يسمح للاجئين أن يعودوا. إذا نظرت إلى المليون لاجئ الذي يسكن في الأردن مثلا، الأكثرية أو 99% منهم من سكان الضفة الغربية، وفي أحيان كثيرة لاجئين من قراهم إلى الضفة الغربية، ثم بعد 67 وبعد احتلال إسرائيل الضفة لجأوا إلى الأردن. لم يكن في أي وقت ما هنالك أي قرار من طرف منظمة التحرير الفلسطينية أن يخلقوا دولة في لبنان، لأن المنظمة أصلا نشأت لتسمح بحق العودة للاجئين الفلسطينيين، ونشأت قبل حرب 67، ونشأت بين لاجئين، لأن كل القيادة الفلسطينية من الرئيس أبو عمار إلى أبو جهاد إلى أبو دياب لاجئين، هم لاجئين من هذه القرى التي دمرت. وهذه الثورة قامت، والحركة الفدائية العسكرية قامت لكي تسمح لهؤلاء اللاجئين أن يعودوا إلى فلسطين. ولكن بلا شك عندما تكون في ظروف مثل ما كانت ظروف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وهم كما قلت مجتمع من 400-350 إلى 400 ألف شخص، في الظروف التي عاشوا فيها في مخيمات اللجوء في لبنان، بلا شك يحتاجوا أن يكون لهم تمثيل سياسي، لأنهم لم يعتبروا مواطنين متساوين مع المواطن اللبناني. وكان هنالك كثير من النقص في الخدمات اللي يحتاجها المجتمع الفلسطيني في المخيمات. وكانت هنالك ثورة سياسية، اللاجئين الفلسطينيين تضامنوا مع حركة سياسية وطنية، هي الحركة التي أدت إلى نشوء المنظمة. ونحن قمنا بما كان يسمى الانتفاضة الأولى، أو التجمع وظهور حركة سياسية بين جماهير اللاجئين في لبنان عام 69. هذه الانتفاضة التي كانت سلمية، والتي طالبت السلطات اللبنانية أن يكون هنالك لجان شعبية في المخيمات تدير شؤونها الاجتماعية والسياسية والطبية والثقافية، وكل نواحي الحياة أي مجتمع يود أن يدير أموره بنفسه، وهذا طلب مشروع. هذا التغير الذي حصل في التواجد الفلسطيني في لبنان عام 69، وافقت عليه السلطات اللبنانية باتفاق رسمي اسمه يدعى اتفاق القاهرة. وأعتقد أنه في هذه الفترة التي كانت فترة التلاحم الفلسطيني اللبناني، كان هنالك شعور أننا ندافع عن قضية واحدة، وهي قضية الحق كما قلت. ربما في بعض أوساط شعرت أن الوجود العسكري الفلسطيني في لبنان كان نوع من تواجد أكبر من صلاحيات وجود المجتمع الفلسطيني، وبلا شك أن كان هنالك أيضا أخطاء قمنا بها
دون أن يكون هنالك قرار أن نتعدى على الدولة اللبنانية. وأعتقد أن هذا موجود في كل ما كتب من كتب عن هذه الفترة التاريخية، وللأسف أدى في بعض الأحيان إلى تشابك ما بين السلطات اللبنانية والسلطات الفلسطينية، ولكن كان هنالك أيضا تلاحم سياسي كبير في فترة أخرى. لم يكن التاريخ الفلسطيني اللبناني فقط تاريخ الاحتكاك اللي حصل بعدين، كان أكثر من تشابك، كان تصادم وكان صراع. كان تصادم أيضا، لأن هنالك كان صراع سياسي، لم يكن هنالك رأي واحد، أو لم يكن هناك رأي واحد في لبنان. لا تنسى أن في لبنان كان أكثر من رأي حول كيفية تبني موقف لبناني تجاه إسرائيل. إسرائيل لم تكن فقط تحارب الفلسطينيين في لبنان، كانت أيضا لها مطامع على لبنان، كانت لها مطامع على مياه لبنان، لها مطامع على جنوب لبنان، وما زالت اليوم إسرائيل تحتل منذ 20 عام جنوب لبنان، 10% من أراضي اللبنانية، لأنها لها أطماع على لبنان أيضا. فلم يكن هنالك فقط موقف لبناني تضامنا مع فلسطين، لكن أيضا دفاعا عن الذات، وكانت هنالك مقاومة بطولية للشعب اللبناني في جنوب لبنان بعد احتلال إسرائيل للجنوب بعد حرب 82، لا تنسى. وبعد اليوم تكرس أكثر من قبل كمان بلا شك، وهذا ليس لديه أي علاقة في الوجود الفلسطيني. نحن ما عم نختلف على شيء، نحن الشيء اللي عم نحكي عنه أو الشيء اللي جينا على ذكره هو التصادم اللبناني الفلسطيني. طبعا هي ضد العدو، كل الأوطان العربية أو كل القوى العربية مجموعة متشابكة الأيدي ومع بعض، مفروض مش دائما مش مجموعة للأسف. للأسف. وقبل شوي جيت على ذكر أنه صار في تخاذل من المجتمع الدولي أو تخاذل القوى العظمى. بلا شك. برأيك أنت الوطن العربي ككل ما تخاذل أيضا تجاه القضية العربية على المستوى الشعبي؟ على المستوى الشعبي أبدا. على المستوى الشعبي أعتقد أنه منذ أول يوم في عام النكبة في 48، وحتى قبل 48، من الثورة العربية الكبرى، ما يسمى الثورة العربية الكبرى التي كانت ثورة الفلسطينيين عام 36 ضد الانتداب الإنجليزي وضد مشروع قيام دولة يهودية مكان فلسطين، كان هنالك تضامن عربي من المغرب إلى المشرق ودون أي تخاذل. وهذا التضامن على مستوى الشعوب والجماهير العربية لم ينقص في أي مرحلة من المراحل، ولكن بلا شك عبء القضية الفلسطينية على بلاد الجوار، ما يسمى بلاد الجوار، مثلا الأردن وسوريا ولبنان ومصر، أكبر كثيرا من العبء على المغرب أو تونس أو الجزائر، لأن لم يكونوا على حدود هذه الدولة الجديدة التي تسمى إسرائيل، ولم يدفعوا ثمن تواجد المجموعات الكبيرة من اللاجئين. ولكن أعتقد أن هنالك مصير مشترك للعرب أمام الاعتداء الإسرائيلي. أنا لا أعتقد أن الخطر من إسرائيل هو فقط على الفلسطينيين، هو أيضا مشروع استعماري له طموحات على لبنان وسوريا والأردن ومصر. هنالك ناحية قومية مشتركة، وهنالك هدف مشترك لإسرائيل في السيطرة على كل هذه المنطقة من العالم العربي، وأن تكون القائدة لهذه المنطقة. أعتقد الذي كون الأساس في الاحتكاك هو الوجود العسكري، لأن نحن كنا، وهذا مشروع لكل شعب لديه حركة تحرر وطني، كنا نود أن نقوم بعمليات فدائية من الحدود العربية لندخل على إسرائيل. نحن لم نكن حركة نشأت في الأراضي المحتلة، كنا منذ البداية حركة نشأت في الملجأ، يعني خارج فلسطين. حاولنا أولا في الأردن أن نقوم من القواعد العسكرية للفدائيين بعمل عسكري من الأردن إلى إسرائيل، وندخل من خلال نهر الأردن. وكما تعرف اشتبكنا مع السلطات الأردنية، لأن هنالك بلا شك يعني تفارق وتفاوت في تقييم الأمور، وشعرت الدولة الأردنية أو المملكة الهاشمية شعرت أن هنالك نوع من توريط لها، وهذا أدى إلى خروجنا كحركة سياسية من الأردن وأتينا لبنان. ثم قمنا بعمل عسكري من جنوب لبنان بالمجموعات الفدائية اللي كانت تدخل لتموت في فلسطين، لتقوم بعمل فدائي في فلسطين ليس في لبنان، ولكن أيضا هذا وضع الحركة الفدائية في موقع صعب مع الجيش اللبناني الذي كان يعتبر أن هذا نوع من تواجد يضعه في صراع مع إسرائيل.
ولم لم يحصل ذلك في سوريا، لأن لم يكن هناك أي إمكانية أن ندخل من الجولان إلى فلسطين، ولكن دائما الهدف كان أن نقوم بعمل عسكري في إسرائيل ضد الأهداف العسكرية الإسرائيلية، ليس لكي نعتدي على لبنان أو على الحكومة اللبنانية. لكن أو على الحكومة لكن لاحقا شيء صار للأسف، لم يكن والعمليات الفدائية والعمليات الفدائية تحولت إلى عمليات ضد الدولة اللبنانية. لا 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 مش مظبوط. قل لي مثلا شو كان في عمل ضد الدولة اللبنانية؟ الحرب اللبنانية اللي صارت، صارت مع تيار سياسي متحالف مع إسرائيل ضد الحركة الوطنية اللبنانية، مش بس كان في صراع مع تيارات. هيدي هي أسباب الحرب برأيك؟ بأسباب الحرب اللبنانية كثيرة، في أسباب إلى علاقة بالصراع العربي الإسرائيلي، التصادم الفلسطيني اللبناني، بس مش فقط الحرب اللبنانية، كان تصادم بين فلسطين وبين الدولة اللبنانية. لا مش مظبوط، كانت تصادم، والدولة اللبنانية هي بتمثل كل الشعب اللبناني. لا لا، كانت تصادم مع حركة سياسية تحالفت مع إسرائيل ضد الحركة الفلسطينية، وأدت إلى كتائب لبنانية. أيوه، نحن عم نحكي عن فترة معينة، وبعتقد إنه اليوم صار في ضرورة لتقييم هذا التخطيط الذي كان ربما أتى من نوع من تخوف. أول تشابك صار كان ب69. أول تشابك صار، لا مش ب69، ما كانش في تشابك ب69، أول تشابك صار ب73 وكان مع الجيش اللبناني. مش 69، بالعكس 69 عملنا الاتفاق القاهرة اللي كان بموافقة الدولة اللبنانية والجيش اللبناني، ما كانش ممكن نحن نحصل بالقوة على توقيع السلطات اللبنانية. أول اشتباك صار ب73. ثاني اشتباك صار بال75 وكان تماما وقت ما البص اللي كان راجع على تل الزعتر اشتبك مع القوات تبع الكتائب وانقتلوا سكان البص اللي كانوا مدنيين. وبعدين بلشت الحركة تبع الصراع الفلسطيني مع قوة معينة في لبنان يلي كانت عندها تحليل خاص فيها لم يشارك فيه التيارات الأخرى. في كان في حركة وطنية لبنانية لم تشارك الكتائب في تحليلها حول خطورة التواجد يعني الفلسطيني. الجبهة اللبنانية كانت كلها إجمالا كانت طبعا هي ضد، بس ما كانتش تمثل كل اللبنانيين، الفئة الأغلب أو الفئة الأكبر من هذا فينا، يعني فينا نتناقش عليه طويلا. ولكن الحقيقة موضوعنا مش نغوص بأسباب الحرب اللبنانية. كل أنا بيهمني أعرف هون إنه ليلى شهيد كيف وقفت بين اتجاه الصراع اللبناني الفلسطيني، على أي مسافة وقفت عند اندلاع نيران الحرب وقيام المعارك وبلوغ عملية الاقتتال ذروتها؟ شو كان موقفك؟ كيف عبرتي عنه؟ أنا موقفي كان دائما دفاعا عن الحق. وقت ما كان في أخطاء قامت فيها المقاومة الفلسطينية أو منظمة التحرير في لبنان أدنت تأتى، ولكن عندما كان هنالك تحالف من بعض الأوساط اللبنانية مع إسرائيل اعتبرت أنه انتحار. وبعتقد أنه اليوم وقت ما فينا نعمل تقييم للحرب اللبنانية يجب أن نتذكر أن هذه مسؤولية كبرى تاريخيا لهذه القوى السياسية التي ظنت أنها أقرب إلى إسرائيل من إلى الفلسطينيين. واليوم دفع لبنان هذا الثمن. أنا لن أنسى عام 76 عندما حوصر مخيم مثل تل الزعتر لمدة 54 يوم ومات في هذا المخيم آلاف المدنيين دون أي سبب غير أن هذا المخيم يكون خطر على لبنان. كيف يمكن أن يكون مخيم؟ نحن نتكلم عن 82 وعن الحرب مع إسرائيل. عام 76 لماذا يمحم عن بكرة أبيه مخيم مدنيين كامل والمقاتلين خرجوا في الجبل؟ فالذي دفع سعر هذه المجزرة كان المدنيين بما فيهم لبنانيين كثيرين كانوا يعيشون في هذه المخيمات. أنا لا أقلل من فضل الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في استقبال اللاجئين الفلسطينيين، مثل ما هنالك فضل الأردن وسوريا. سيدي ليلى شهيد، عم تقولي قبل شوي انك ما بتنسي هالحادثه اللي حصلت، وفي كثير ناس ايضا غيرك ما بينسوا. أكيد. حوادث كثيره صارت. أكيد. انا منهم. انا كنت بعدني ولد. أيوه. طبعا مش شاب حتى. ايوه، كان عمري 7 سنين الحرب بلشت ولد. ايوه، وانا بتذكر انه بيتي بيت اهلي اللي كنت ساكن فيه طبعا طوق من الفلسطينيين، لانه المبنى اللي كنت ساكن فيه كان لشخص بينتمي لحزب الكتائب. وبذكر انه طلعنا من البيت، كان نهار احد، كان عم نتغدى، تركنا البيت، انا ما كنت لابس باجري وقتها، كنت عم بلعب، تركت البيت وما كان في حذاء باجري، ما عاد رجعت شفت بيتي، ما عاد رجعت شفت اغراضي. ليش؟ مشان احتلوا البيت؟ احتلوا البنايه كلياتها.
والبيت ما عاد موجود. انت ضحيه صراع حقيقي كان موجود. وانا نموذج عن كثير ناس. مثل ما حضرتك ما بتنسي في كثير ناس بينسوا وانا ما رح انسى. واليوم الحقيقه منا عم نحاكم بعض، التاريخ هو يلي بيحاكم والتاريخ هو يلي بيكتب واللي بيحكي يلي بيقول الحقيقه، وان شاء الله التاريخ يكون في عنده مصداقيه، لانه اليوم في كثير عم بيكون شهود زور، في كثير ناس عم يحكوا بقليل من الصدق بلا شك، ما عم بيخبروا الاشياء على حياتها، ما عم يحكوا عن حياتها. واليوم عم يحكي كثير بلبنان عن كتاب تاريخ، وفي كثير رغد حول هالكتاب، عن شو رح يحكي هالكتاب وباي طريقه رح يحكي. نحن الحقيقه ما رح نفوت بهالمواضيع انت وانا، لكن بدنا نرجع لموضوعنا. بس خليني اقول شغله مشان لازم المتفرج اللبناني يفهم ايضا كيف الفلسطيني كان يشعر، انه الوجود العسكري في جنوب لبنان على الحدود كان مبرر فقط لكي يستطيع الفدائي ان يدخل الى اسرائيل لكي يقوم بعمل فدائي لتحرير بلاده، هذا مشروع. التواجد العسكري في مدينة بيروت او في المدن لم يكن له سبب الا حماية المدنيين. يجب ان نتذكر نحن قتل لنا اكبر 3 قياديين في مدينة بيروت عام 72 من غارة دخلت على شواطئ بيروت، ودخل للأسف منهم القائد اليوم الذي ينتمي إلى حزب العمل الإسرائيلي أهود باراك، دخل إلى شارع فردان واغتال 3 قيادات أساسية هما كمال ناصر وكمال عدوان وبيوسف النجار في نص عاصمة بيروت دون أن يتحرك أي طرف أمني لبناني. نحن كان لدينا واجبات أن نحمي أيضا شعبنا في لبنان. هذه وين كانت الحركة الوطنية اللي كانت مناصرة لكم؟ وين كان الحركة اللبنانية ليست مسؤولة عن أمن الحدود اللبنانية؟ داعمة لألكون؟ لا هنالك في ذكرت قبل شوي أنه الرأي العام كان منقسم. أيوة ذكرت قبل شوي أنه الرأي اللبناني أو الجوانب اللبنانية كانت أيضا منقسمة بلا شك. طيب الجانب اللي كان داعمكم وين كان؟ كان موجود معنا، ولكن هو ليس مسؤول عن الحدود المياه الإقليمية اللبنانية. هو ما كان يمثل الدولة اللبنانية. نعم. لكن هو ما كان يمثل الدولة اللبنانية. أكيد لا ما بيمثل. لكن كيف عندك دولة؟ كان في كيان لبناني. أيوة. في جيش لبناني. بلا شك. هو مسؤول. أنا اللي بطرح السؤال. عن سلامته، هو مسؤول عن حماية المدنيين الموجودين عن مجتمعه. هذا السؤال تماما اللي طرحه الفلسطينيين. أين كان الجيش اللبناني عندما دخلت هذه المجموعة من الجيش الإسرائيلي في كوماندو أتى من البحر من المياه الإقليمية ودخل على الشاطئ اللبناني ودخل حتى وسط مدينة بيروت في فردان وقالت قتل 3 قياديين من المنظمة التحرير الفلسطينية؟ هذا السؤال الذي طرح على الدولة اللبنانية وعلى المسؤولين الأمنيين اللبنانيين في الجيش اللبناني في ذلك الحين، وهذا ما يبرر كان الوجود العسكري، وهذا لا يبرر الأخطاء الذي قمنا بها والتجاوزات اللي قامت فيها بعض الفصائل الفلسطينية في لبنان، والذي يجب أن نعترف فيها اليوم لكي نستطيع أن نطوي صفحة على مرحلة صعبة جدا في الحرب الأهلية. ولكن هنالك أيضا أسباب محلية لبنانية للحرب الأهلية، ليس هنالك علاقة لها في الفلسطينيين، لكن هي الطائفية في لبنان الذي أدت إلى صراع طائفي عسكري يلي تغذت بوجود الفلسطينيين بلا شك، لأن الفلسطينيين هما 400,000 شخص مسيس ينتمي إلى تيار سياسي له الرأي السياسي وله حلفائه السياسيين على الساحة اللبنانية مثل ما له في بقية البلدان، ولكن من الخطأ أن يقال أن الحرب الأهلية اللبنانية لم يكن لها إلا سبب خارج عن الصراع السياسي اللبناني، لذلك لم تنتهي حتى اليوم ولكن لها أشكال مختلفة. وقد استفاد الوجود الفلسطيني من هالنزاعات الطائفية أن العرب الطائفي طبعا غزاها، لا مش غزاها، دخل الطرف الفلسطيني دخل في هذا الصراع الذي لم يستطع أن يبقى خارجه. بس يعني ما كان في صراع. صراع لم يكن موجود. كان هنالك صراع بين الحركة الوطنية اللبنانية والكتائب. كان صراع مفتوح موجود في كل الصحافة، إذا عدت إلى الصحافة اللبنانية في ذلك الوقت ترى هذا الصراع وهذا صراع مشروع مثل كل الصراعات السياسية. بداية السبعينات. 69، 70، 71، 72، 73، حتى بداية الحرب وبعد بداية الحرب. كان هنالك تحالفات سياسية في القوى السياسية اللبنانية، وبلا شك نحن لم نبقى خارج هذا الصراع. يمكن لم يكن من الضروري أن ننتمي إلى معسكر معين، ولكن لم يكن لنا خيار لأن معسكر الكتاب اختار أن يتحالف مع إسرائيل، فبلا شك كان هذا اعتداء مباشر علينا. نحن لم نقم بحصار مدينة كتائبية، نحن قام حصار كتائبي على تل الزعتر في
في عام 76 دون أي سبب إلا هذا المفهوم الذي أعتقد أن الكثير من القيادة الكتائبية ما بعد اعترفت أنها كانت مخطئة في هذا التحليل، لأن نحن لم يكن للمنظمة أي هدف في أي يوم من تاريخنا أن نجعل من لبنان بديل لفلسطين أو نعتدي على صلاحيات الحكومة أو الدولة اللبنانية. بلا شك هنالك أخطاء، ولكن لم تكن بأي وقت ما نية لأن تأخذ مكانة الحكومة أو الدولة اللبنانية. على كل حال الإشي اللي متغير حضرتكم وقعتوا اتفاق مع الإسرائيليين وفي معاهدة سلام بين الشعب الفلسطيني والشعب الإسرائيلي. بداية سلام. لو في تعايش بينك وبين الشعب الإسرائيلي. يعني بداية تعايش للأسف بعد لا نستطيع أن نقول حقيقة تعايش، لأن اتفاق أوسلو في مرحلة لم يكتمل، هو في المرحلة الأولى وحتى في المرحلة الأولى لم يكتمل لأنهم ما زالوا يحتلون 93 مرحلة الاحتضار كمان عم يحتضر. بلا شك منذ أن أتى نتنياهو إلى السلطة. اتفاق أوسلو نحكي عنه بالاسم الثاني أو الثالث من البرنامج، بعد عندي سؤال واحد بالحرب وقفتي إلى جانب الفلسطيني. بلا شك الحرب وقفتي إلى جانب الشعب الفلسطيني. أيوة. وكنت دائما عم بتمارس عمل تطوعي اجتماعي بالمخيمات، هل ما قدرنا نعتبر أنه هالعمل كان عم يتنافى مع انتمائك للوطن؟ لا اللي خلقتي فيه؟ لا ابدا. وعشتي فيه اجمل لحظات عملك للوطن يلي اعطاك ما انت عليها اليوم لوطن مسالم ساند ودعم وتحيز لشعب اراد لاحقا اغتصاب الشرعيه والسيطره بقوه السلاح؟ لا، انا بعتقد اولا انه تحليلك انت مصر عليه وانا مصر على انه هو خطا، نحن لم نود ان نعتدي على احد بلبنان، وانا لم اشعر ابدا انه في هنالك أي صراع بين انتمائي الفلسطيني أو اللبناني، لأن مثل ما كنت أنا أشعر أن ما يحصل في لبنان هو موقف وطني فرض علينا باعتداء إسرائيلي، كان هناك قطاعات كبيرة من الشعب اللبناني يشاركني هذا الشعور، فلم أشعر أبدا أنني تخليت عن الطرف اللبناني من هويتي أو أنني خنت العهد الذي وقعته مع لبنان كبلد استقبلني وترعت فيه وكبرت فيه وعتلم. بالعكس. طيب هالوضع هذا يعني هل خلق هالوضع دوامي بداخلك؟ هل خلق صراع لا بداخلك؟ الحقيقة الذي خلق صراع هو بشاعه الحرب الأهلية، ولم يكن هذا فقط محصور بالضحايا الفلسطينيين. أنا أحزن وأبكي عندما يكون هنالك ضحايا، أبكي كثيرا وأبكي على الضحايا اللبنانية أو السورية أو المصرية بقدر ما أبكي على الضحايا الفلسطينية عندما يكون ضحايا. والذي تحملته بصعوبة كبيرة حقيقة هو بشاعة الحرب الأهلية، عندما بدأنا نرى أشكال من العنف خاصة الموجه ضد المدنيين اللبنانيين عند كل الطوائف. للأسف لا نستطيع أن نقول أن هذا كان محصور بميليشيا معينة، كل الميليشيات المسلحة، وأعتقد أن ربما هذه الكارثة الأولى اللي أتت على لبنان وتسليح الأحزاب السياسية من خلال الميليشيات، وكان هنالك تجاوزات ومذابح عند كل الطوائف. هذا ما استصعبت أكثر حقيقة، أكثر شيء فيه هو تحمل هذا العنف المجاني تجاه المدنيين، مثل ما أعتقد أن اليوم في الجزائر هنالك نوع من العنف الغير مبرر تجاه المدنيين. وعندما تزوجت جوزي وذهبت إلى المغرب وجدت بالمغرب نوع من الراحة النفسية التي لم أجدها في لبنان، لأن في لبنان كان دائما هنالك صراع حول الهوية اللبنانية ليس له علاقة بالفلسطينيين، ولكن حتى اليوم هنالك ديباجة ونقاش طويل حول ما هي هوية لبنان، هل هي عربية ولا فينيقية ولا هنالك صراع كبير حول موضوع الهوية في لبنان. وعدم وجود هذا التصارع في الهوية في المغرب أعطاني للعشر سنين التي سكنتها مع زوجي في المغرب شعور أنني أرتاح من كل هذا النقاش، لأن في المغرب هنالك دولة مركزية من 1000 سنة وليس هنالك أي اختلاف بين المغاربة حول هويتهم، فأراحني الأمر كثيرا. على كل حال بلبنان ما فينا نحكي عن صراع على الهوية، هوية لبنان معروفة، وأهمية الهوية اللبنانية أنها هوية فيها تعددية. يجب أن والتعددية دائما مصدر غنى ومصدر فراغ، وهذا اللي يميز لبنان عن غيره. أيوة. من باقي ولكن الدول. ليس هنالك اتفاق حقيقي بين جميع اللبنانيين حول كيفية
الاعتراف بهذه التعددية، لأن التعددية ممكن أن تعبر عن نفسها دون أن يكون هنالك طائفية. لازم يجب أن يكون في تعددية في نوع من علمانية اللي هي ميزت لبنان وسمحت للبنان أن تكون منبر أساسي للعالم العربي كله، منبر فكر وحضارة و الشيء الغريب بالسيدة لشهيد أنك عم تحكي عن طائفية بلبنان، واليوم بعد 20 سنة حرب الحقيقة ملاحظ أنه الحواجز الطائفية أزيلت. أتمنى لا أزيل. أعلم أزيلت أزيلت لا أعلم إذا سيتفق الجميع مع هذا التقييم. نعم ذلك ما رحتي على لبنان سنتين ولكن والدتي ساكنة بلبنان وأصدقائي كلهم لبنانيين في باريس وأتابع ما يحصل في لبنان. أعتقد أن مش غير من الغير سأعتقد أولا أن الطائفية للأسف فرضت على لبنان من سياسة فرنسية من بعد الانتداب الفرنسي، وأعتقد أن من الصعب أن نتخطى المشاكل الطائفية في جيل أو ما في جيلين. ما كان في مشاكل طائفية، هي الحرب اللبنانية كان دائما حرب الآخرين على أرضنا. لا الأرض هذا الأرض لا هذا نوع من 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 إيجاز ومن تبسيط للصراع اللي حصل في لبنان. لا يستطيع أي بلد أن يخوض حرب أهلية بهذه الأهمية فقط لأسباب خارجية. هي ما كانت حرب أهلية بالأخير. كانت حرب الآخرين على أرضنا. لا هذا تبسيط. على مر السنوات مش هلا مش بالقرن الحالي بالقرن اللي قبل طبعا القرن اللي قبل. هذا تبسيط. كان دائما حرب الآخرين على أرضنا. لا هذا تبسيط كثير لما حصل في لبنان. ما بحكي اليوم عن إعادة تعايش لأنه طول عمره كان في تعايش ولا إعادة انصهار بين الطوائف وبين المجتمعات المختلفة. كان فوارق اجتماعية واقتصادية ومالية للمواطنين اللبنانيين على أساس انتمائهم الطائفي من يوم نشوء الدولة اللبنانية حتى اليوم. هنالك هذا ليس لكن بكل الطوائف عندك فوارق اقتصادية واجتماعية بكل الطوائف، ولكن هنالك سياسة للدولة تحاول أن تتخطى هذه الفوارق لتبني مواطن لبناني بغض النظر عن انتمائه الطائفي. ولكن النظام السياسي في لبنان يحتاج إلى تغيير كبير لكي تشعر كل الطوائف بهذا التساوي في الحقوق. وهذا أنا لا أدعي أن هذا تحليلي، ولكن إذا قرأت تحليل الأحزاب السياسية اللبنانية هنالك أحزاب كثيرة تعتقد أن هنالك تقدم في الوضع، ولكن لم تتخطى بعد كل لبنان كل المشاكل الطائفية التي ورثتها من السياسه الفرنسيه تجاه لبنان في ايام الانتداب. عند خروج المقاومه الفلسطينيه من لبنان تفجرت حروب عديده ومتتاليه. صحيح كان في تناقضات عديده بالمجتمع اللبناني مثل ما سبق وذكرنا قبل شوي، بس استفادت منها تسويات القضيه الفلسطينيه. واللي صحيح ايضا هو انه الحروب العديده اتعبت الشعب اللبناني وانسته شبح الوجود الفلسطيني، لكن اليوم عند إعادة قراءته للماضي أو لحاضره أو للواقع يلي وصل له، هل بيقدر الشعب اللبناني برأيك يسامح الشعب الفلسطيني أو يعذره على تدمير وطنه وعلى تشويه قيم الأخوة والجيري والنخوي؟ أولا التهمة خطيرة. لا أعتقد أنه هنالك سبب لنتكلم عن تسامح أو غفران. لم يكن هنالك جريمة من طرف يعني الفلسطينيين لنتكلم عن غفران أو مسامحة. هنالك وطن دمر، هنالك مجتمع دمر، أكيد. هنالك أشجار شتتت وضاعت، هنالك أمال. كما قلت سابقا لا أعتقد أنك تستطيع أن تلخص أسباب الحرب الأهلية في لبنان فقط إلى الوجود الفلسطيني. أعتقد أن هذا ليس حق بالنسبة لتاريخ لبنان، لأن أعتقد أن الشعب اللبناني ليس شعب جاهل، وشعب والقيادات السياسية في الأحزاب اللبنانية ليست جاهلة والدولة ليست جاهلة. هنالك أسباب تاريخية أيضا لبنانية تخص التكوين للكيان السياسي اللبناني. طبعا ما شيء قلته النظام السياسي اللبناني كان في تناقضات بالمجتمع اللبناني، أسباب كبيرة وما زالت حتى اليوم يلي هي التي تفسر أيضا لماذا شهر اللبناني سلاحه على اللبناني. هنالك صراعات لبنانية لم نكن طرفا نحن خرجنا من لبنان عام 82 ولم تنتهي الحرب عام 82. هنالك صراعات دامت من بعد عام 82 طبعا في رواسب بقيت عنها، ولكن ليس رواسب الوجود الفلسطيني، هي رواسب الصراعات اللبنانية حول قضايا محددة جدا. بدي اطرح عليك سؤال سيدي يا شهيد، حضرتك امرأة متزوجة وعايشة ببيت انت وزوجك، اذا في خلافات بينك وبين زوجك وتناقضات وتصادم، يمكن اوقات في عنف بينك وبين زوجك، جيران
بدهم حق يتدخلوا؟ لا، ولكن الجيران اذا ساكنين ببيتي ما فيهمش ما يتدخلوا، مشان هن قسم. ما في جيران بيسكنوا ببيتي التاني، بيكونوا ضيوف عندي. لا ما للاسف، اولا لبنان ليس البلد الوحيد الذي استقبل الفلسطينيين، هنالك اكثر من 1,000,000 فلسطيني في الاردن، هنالك 250,000 فلسطيني في سوريا، هنالك 250,000 فلسطيني في مصر. لكن لبنان هو البلد الاصغر. لا، لبنان هنالك امكانيه واحده لتفادي المشاكل، ان توقع الحكومه اللبنانيه مع الفلسطينيين اتفاق حول الحقوق المدنيه للاجئين الفلسطينيين في لبنان. انا قلت لك ان اللاجئين لا يودوا الا حاجه واحده، ان يعودوا الى فلسطين، الى بلدهم. هذا حق اقر بالامم المتحده، هو حق العوده، ومنظمه التحرير الفلسطينيه كقياده الشعب الفلسطيني والمواطنين الفلسطينيين في لبنان لا يودون الا تحقيق هذا الحلم، العوده الى فلسطين. بانتظار تحقيق هذا الحلم يجب ان تعترف الدوله اللبنانيه بحقوق مدنيه لاكثر من 350,000 مواطن لبناني يسكنون لبنان لانهم طردوا من بلدهم. هذا ما حصل مع الحكومه السوريه ومع الحكومه الاردنيه ومع الحكومه المصريه. سيدي يالا شهيد، رح نتوقف لاول مره مع الاعلان، بنرجع نتابع لقائنا اصدقائي المشاهدين. بعدكم مع برنامج مرايا، وليله عم نستقبل من باريس السيدي ليلى شهيد، المفوضه والمفوضه العامه للشعب الفلسطيني. بنتابع لقائنا بعد الوقفه، خليكم معنا. بعد الوقفه بنرجع نتابع برنامج مرايا مع السيده ليلى شهيد. اهلا وسهلا فيك مره ثانيه. ياسر عرفات ابو عمار، رمز المقاومه الفلسطينيه، كيف بدات علاقتك فيه وكيف تطورت لتوصل الى ما هي عليها اليوم؟ الحقيقه انه بدات في عمان في الاردن، عندما كنت في مؤتمر عام 68، وكان الاخ الرئيس انذاك القيادي الاول في حركه فتح الذي انتميت اليها وتعرفت عليه، وكان من البدايه من المشجعين للنساء في الحركه السياسيه الفلسطينيه. ومنذ ذلك الحين دخلت في هذه الحركه السياسيه، ولم يكن لي وظيفه رسميه في الحركه الفلسطينيه الا منذ سنين قليله، وهي منذ عام 89 عندما قرر ان يعين سفيره لفلسطين في اوروبا، وطلب مني الاخ الرئيس اذا اود ان اعمل كسفيره لفلسطين في ايرلندا. وقد وددت جدا طبعا. وحقيقه كان صعب الخيار، لان عمل مثل ذلك يتطلب منك ان تبتعد عن عائلتك وعن زوجك وعن تتفرغ تفرغتين. ان تتفرغ، لان بلا شك في اوروبا هنالك حاجه كبيره لعمل متواصل. ولكن زوجي شجعني كثيرا، ربما اكثر ما شجعني في هذا المنصب هو زوجي، ودعمني واعطاني الامكانيه ان اتحمل صعوبات حياه العمل الذي اقوم به، ولم اندم على خياري. لذلك اشعر حقيقه تجاه الاخ ابو عمار ان هنالك علاقه سياسيه، لانه بلا شك رمز انتعاش الشعب الفلسطيني من حاله الركود والإهانة الذي كونت سنين الهجرة من 48 حتى قيام الكفاح المسلح الفلسطيني، إلى فترة نهضة الحركة الوطنية والاعتراف بالشعب الفلسطيني على المستوى العربي والعالمي. وهنالك أيضا علاقة شخصية، لأنني كبرت مع هذه الحركة. أنا ربما أشعر أن عمري هو عمر هذه الحركة الوطنية، وأعتقد أنني عشت مرحلة جميلة جدا من تاريخ هذا الشعب مع النكسات التي عشناها، ولكن لدي يقين أن سنصل قبل أن أترك هذا العالم، سأرى الدولة الفلسطينية إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. هل رئيس ياسر عرفات هو الأب الروحي لك؟ بلا شك، أعتقد أنه الأب الروحي لكل الشعب الفلسطيني الذي عاش هذه المرحلة، لأنه يمثل هذا الرمز في استقلال القرار السياسي الفلسطيني، في الحركة الوطنية الفلسطينية، وفي الاعتراف الفلسطيني. الأمس في الأمم المتحدة حصلنا على قرار من الجمعية العمومية يعطي لفلسطين عمليا كل صفات الدولة الذي تمتاز بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ما عدا التصويت، وهذا إنجاز بلا شك على طريق الدولة الفلسطينية، وستكون هذه الدولة من إنجاز قيادة ياسر عرفات. منذ بدء النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وياسر عرفات هو الوجه الأبرز اللي يتحكم بمصير الشعب الفلسطيني، وقد تحول الى وجه او رمز مثل ما ذكرتي، لكن انا رح اسميه رمز فولكلوري عالمي. ليش فولكلوري؟ ما تعني بالفولكلوري؟ شكلا يمكن.
ولكن شكرا. أعتقد أن ما تسميه أنت فولكلور هو من الأفكار الذكية جدا لياسر عرفات، لأن الكفية هي أيضا لباس الفدائي، وبإصرار الأخ أبو عمار على ارتداء الكفية واللباس العسكري فهو يكرس رمز الفدائي المقاتل، وأصبح هذا الرمز الذي أنت تستعمل فيه كلمة فولكلور وأنا أرفضها هو رمز المناضلين في كل أنحاء العالم. في مظاهرة باريس مثلا الشباب الذي يشعر بالقيم الفرنسية التي تكلمت عنها وهي الحرية والديمقراطية والمساواة يرتدون الكوفية الذي يرتديها الأخ أبو عمار على رأسه كرمز لكل هذه القيم التي يدافعون عنها. على كل حال كلمة فولكلور هي مش لا هي سلبية. لا هي سلبية. كلمة فولكلور باللغة الفرنسية فيها تهكم لأنها الفولكلور هو الناحية الأكثر الأقل أهمية في التراث الشعبي. فولكلور هو التقليد هو التراث. لا التراث أفضل من فولكلور. العادات هو. أيوة. عشان الفولكلور يصبح خاصة في استعمال في كونتكست سياسي في سياق سياسي يصبح يعني يصبح نوع من تهكم. لذلك أعتقد أن أولا هنالك رمز سياسي مهم جدا هو التلاحم مع الفدائي الذي يغطي رأسه ويخبي وجهه بالكوفية، فهنالك تلاحم مع الفدائي، وهنالك على المستوى الإعلامي نحن نتكلم في التلفزة هذه الكوفية معروفة في كل بقعة من العالم حتى عند شعوب لا تعرف أين توجد فلسطين يعرفون أن الكوفية هي سرعة هي الكوفية. حقيقة أنا ما قصدي أيوة يعني ماني بوارد يعني اتحكم أيوة. على مطلق اي شيء وما لي حق بعتذر اذا فهمت غلط. لا هذا المعنى للاسف اللي لكن رح نقول هو وجه تراثي اذا أيوة. تفضلي كلمه تراثي عالمي الى متى رح يبقى هو متحكم بالدوله الفلسطينيه ان صح التعبير او القرار الفلسطيني، وهل يوجد خليفه له؟ مين برايك؟ طبعا بعد عمر طويل. هو كلمه متحكم ايضا ليست دقيقه لانه هو انتخب من 88% من المنتخبين في فلسطين في الانتخابات الذي أقيمت في الأراضي الفلسطينية في يناير 96. لذلك هو المنتخب، هو القائد المنتخب ديمقراطيا في الأراضي الفلسطينية، وهو للشعب الفلسطيني إجمالا بما فيهم اللاجئين هو رمز هذه المرحلة، وأعتقد أنه سيبقى هذا الرمز حتى يغادر هذا العالم. أما ما سيأتي من بعده فهنالك احتياطات أخذت ودونت في التشريع الفلسطيني ضمن اتفاقيات أوسلو تقول أن رئيس المجلس التشريعي سيكون مسؤول عن إدارة السلطة التنفيذية لمدة 60 يوم، ويقيم انتخابات ديمقراطية حيث يقوم أكثر من مرشح للرئاسة في خوض المعركة الانتخابية، ينتخبون الفلسطينيون رئيس للسلطة التنفيذية مكان الأخ الرئيس أبو عمار. وأعتقد أن هذا هو تصرف أو هذه هي ضمانات مؤسساتية ديمقراطية ستكون في الوقت المطلوب العملية الديمقراطية المناسبة للمرحلة. بلا شك لن يكون هنالك أي شخص بمكانة ياسر عرفات قبل سنين طويلة لأنه شخص غير عادي، ولا لا يأتي التاريخ للأسف بمثل تلك الأشخاص في أكثر من فترة في تاريخ أمة. تداولت بعض المصادر تدهور صحته وتراجع حالته الجسدية. لا أعتقد أن ليس هنالك إلى أي درجة خطر. حياته مهددة بالخطر. لا أعتقد أن هنالك أي خطر حقيقة ولا أي سبب للتخوف من وضعه الصحي. هنالك تشاؤم كبير للوضع الحالي، ونحن في هذا التسجيل ننتظر ما زلنا جواب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الطروحات إلى المشروع الأمريكاني للانسحاب من فلسطين، وهو متشائم جدا لأنه يشعر بالمسؤولية تجاه ما وعده لشعبه، لأنه قد وعد تطبيق اتفاقية أوسلو ويشعر بالمسؤولية، ولكن صحته والحمد لله جيدة جدا. لكن القلق حول صحته هو نتيجة الرشفة الظاهرة. أيوة. على فمه كل إنسان بعد سن معين له مشاكل صحية إن كانت القلب أو الأعصاب ولكن لا تهدد حياته. لكن رئيس ياسر عرفات بعده بعمر شاب مش متقدم كثيرا. بلا شك لا، ولكن مثل كل إنسان بعد سن 50
كل واحد منا لديه مشكلته الصحية. في بعض المشاكل تظهر في الشاشة، وفي في حالات أخرى لا تظهر ولكن لا تعلم. في بعض الأحيان تصيب بعض الأشخاص في سن متبكر جدا. هل هو مصاب بمرض معين؟ لا، هو حقيقة هذه نتيجة الحادث الذي حصل عندما وقعت الطائرة به من بضعة سنين، وأثرت على موضوع الأعصاب، ولكن هو بصحة جيدة جدا ويتابع عمله كما ترى في بنشاط كبير. ولكن الموضوع الوحيد الذي يشك له هو شعوره بأنه يحتاج إلى تطبيق اتفاقية، وله مشكل حقيقي بشريكه الإسرائيلي الذي لا يود أن يبني سلام حقيقي معنا. عينك رئيسة عرفات ممثلة أو ممثلة لمنظمة التحرير في هولندا، الدولة الأوروبية المنحازة إسرائيليا، فأمضيت 3 سنوات وأقمت علاقات متينة، وألقت الرأي العام الإسرائيلي النزعة إلى رأي عام متعاطف مع الشعب الفلسطيني. كيف اشتغلتي؟ شو كان برنامج عملك؟ الحقيقة لا أعرف إذا أقلبت الرأي العام الإسرائيلي أو الهولندي، ولكن بلا شك هولندا مثل ما قلت في البداية خلافا على فرنسا بلد لم تكن تعرف أي شيء عن العالم العربي، وكانت تعتقد أن العرب إجمالا يعيشون في خيام ويسقون الجمال. وبلا شك أن في السنين التي عملت فيها، وكانت صعبة جدا لأنها كانت سنين الحرب، حرب العراق، حرب الخليج، حاولت أن أعطي الوجه الحضاري لفلسطين، للمجتمع الهولندي، وأعتقد أن حقيقة كانت هنالك نتائج إيجابية، لأن اليوم هولندا من أول بلاد تدخل في تعاون عملي في ميزانية مهمة جدا، وهي من البلدان التي تشارك فرنسا في بناء الميناء الفلسطيني في غزة عندما نحصل على إذن البناء. ولكن هي الآن تقدمت كثيرا في مواقفها، وهي مواقف جيدة جدا مثل المجموعة الأوروبية. وأعتقد أن هذا الإنجاز ليس فقط إنجازي، ولكن لك أيضا زملائي الذي عملوا في هولندا من قبلي. ليلى شهيد، حضرتك شخصية محبوبة جدا في فرنسا، وبالأصدق حصلت عليها وقدرت حصدت الحقيقة من الفرنسيين مختلفي الاتجاهات ومتعددين، والأشخاص بيعرفوك من خلال الإعلام، من خلال التلفزيون، من خلال الصحافة، من خلال الإذاعة. والحقيقة يعني طلبوا مني أن أقول لهم تحياتهم، أن أقول لك تحياتهم. وصلوا؟ شكرا جزيلا. كيف بتفسري محبة الناس لإلي؟ الحقيقة بعتقد أولا أنه الفضل الأكبر هو للإعلام بلا شك، أنه منذ أن أتيت، وهذه من إيجابيات اتفاقية أوسلو، أنا وصلت مع اتفاقية أوسلو في عام 93 في شهر آب، اليوم الذي أعلن أن هنالك اتفاقية سرية ووقعت في الشهر ما بعد في أيلول 93. ومنذ ذلك الحين والتلفزة بالذات والراديو أيضا أعطتني إمكانية أن أتحاور مباشرة، وأعتقد اليوم في العالم السياسي التلفزة هي الأداة الأساسية للعمل السياسي لنا وللفرنسيين، لكل شعب. وبما أن فتحت لي هذه الفرصة أن أستعمل التلفزة للحوار مع الشعب الفرنسي، وكثيرا في نقاشات مباشرة بيني وبين السفير الإسرائيلي السابق والحالي، وللأسف الآتي لأنه سيأتي سفير متعصب جدا للأسف، أعطت للجمهور الفرنسي إمكانية اختيار الخطاب السياسي الذي يشعرون أنه ينتمي أكثر إلى الحقيقة وإلى الواقع. وربما كوني امرأة مهم جدا، لأن هنالك صورة مغلوطة للعالم العربي والإسلامي في العقلية الغربية والأوروبية بالذات، أن النساء مضطهدات وليس لهم إمكانية أن يساهموا في عالم السياسة في المجتمع والثقافة العربية. وكوني امرأة بلا شك أعطاني ميزة إيجابية ربما جعلت الجمهور ينتبه إلي أكثر من بعض زملائي الرجال. وبلا شك أعتقد أن الفضل الأكبر في فرنسا أن هذه بلد استشهد فيها 6 ممثلين لمنظمة التحرير الفلسطينية، ابتداء من محمود الهمشري ثم عز الدين قلق ثم عدنان حماد ثم فضل الضاني، كلهم كانوا زملائي في مكتب المنظمة في باريس، قتلوا من قبل الموساد أو أبو نضال لسبب واحد، أنهم أرادوا أن يجعلوا لفلسطين منبر حقيقي في باريس. فالتاريخ في باريس للحركة الوطنية الفلسطينية وللإعلام والوجود الدبلوماسي الفلسطيني طويل، وأنا فقط آخر طرف منه. إن شاء الله يكون آخر طرف طويل. إن شاء الله يكون، وأن يأتي بعدي أيضا ممثلين آخرين يقوموا بنفس العمل بعد ما تعتزلي أو بعد ما ترتاحي.
بعد ما اعتذر او اعمل شغل ثاني. ايوه ليلى شهيد، لقد رافقت الرئيس الفرنسي جاك شيراك في زيارته الى القدس، وكان متأبط ذراعك خلال هالزياره خلال هالجوله، وهالشيء دليل على المحبه اللي بكن لك اياها. كيف توصي علاقتك برئيس الفرنسي؟ الحقيقه انه الرئيس شيراك انسان حقيقه عجيب بكثره اندفاعه، وبعتقد انه الجمهور اللبناني بيعرفه منيح، لانه بيكون عاطف ومحبه كبيره للبنان وللرئاسه اللبنانيه وللشعب اللبناني، وهو احتفظ بشيء قله ما يحتفظ به السياسيين، واللي هو التلقائيه. عنده تلقائيه وعنده عطف وعنده رد فعل تلقائي كثير جميل، يلي عاده السياسيين بيضيعوه بسرعه كثير. عنده انسانيه وعنده محبه للناس. وزيارته حقيقه لفلسطين وزيارته للقدس بالذات كانت تاريخيه، لانه الرئيس الغربي الوحيد اللي كان عنده الشجاعه انه يرفض انه يزور القدس العربيه، يعني القدس الشرقيه، بوجود اي مسؤول اسرائيلي. رفض بتاتا، قال هذه الزياره هي زياره خاصه ولا اقبل ان يكون هنالك اي مسؤول اسرائيلي، ان كان مسؤول بلديه او مسؤول حكومه اسرائيليه. وحتى رفض ان يستعمل السياره التي وضعت تحت مسؤوليته خلال زيارته لإسرائيل، وأصر أن يزور القدس الشرقية كمدينة عربية محتلة مع المسؤولين الفرنسيين، وقد دعاني إلى مصاحبته في هذه الزيارة. وقد تصرف الإسرائيليين باستفزاز ووقاحة وعدوانية غير معروفة في أي ظروف أخرى، ولم أندم لهذا التصرف، لأن سادة ما سمح لي أن أقول أمام عدسات التلفزة إذا يتصرفون بتلك الطريقة مع رئيس الدولة الفرنسية، فتصوروا كيف يتصرفون معنا نحن الفلسطينيين منذ 30 عام. وهذه الزيارة بتصرف العدواني والمستفز للجيش والسلطات الأمن الإسرائيلية تجاه الرئيس الفرنسي رفعت الستار عن التصرف الإسرائيلي بنظر كل الفرنسيين الذي رأوا على شاشات التلفزة كيف تصرفت الحكومة الإسرائيلية مع رئيس دولة مثل جاك شيراك. وأعتقد أن كان لهذه السفرة صدى مهم جدا في العالم، بلا شك أن هنالك أيضا صدى مهم جدا للكلمة الذي ألقاها بالمجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، لأنه كان أول رئيس دولة في العالم يقوم بإلقاء خطاب رسمي في المجلس المنتخب الفلسطيني في رام الله، وهو البرلمان الفلسطيني. وكان لخطابه ومضمون خطابه الذي تكلم فيه عن ضرورة الاعتراف بحق الفلسطينيين بدولة صدى مهم جدا في المجتمع الفلسطيني. ليلى شهيد، كثير من الأشخاص يلي حملوا لواء القضية الفلسطينية لكن دفعوا عنها بشكل ركيك، بشكل سخيف، أو أي بشكل باطل. حضرتك يلي بتدافع عن الحق، بدي اطلب منك باختصار تعطينا فكره نيره عن القضيه الفلسطينيه اليوم. ما بعرف مين بتعني وقت ما بتقولوا انه في ناس دفعوا عنها بطريقه ركيكه، ولكن هنالك ايضا ناس كثيرين ايضا بما فيهم ناس غير فلسطينيين وغير عرب، مثل كتاب مهمين مثل جان جوني او سينمائيين مثل جان لوك جودار، دافعوا عن القضيه الفلسطينيه، لاني اعتقد ان القضيه الفلسطينيه لا 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 تحاصر فقط في العنصر فقط الوطني القومي الذي يتكلم عن حق شعب أن يكون موجود ويكون له دولة ويكون حر ويعترف به. هنالك أيضا ناحية أخرى، أعتقد أن فلسطين مكان خاص جدا في كل حضارات العالم، هي مكان الذي صدرت منه كل الديانات، هي مكان يخص كل إنسان إن كان يهودي أو مسلم أو مسيحي، هي مكان أساسي في حضارات العالم، ولذلك لا يستطيع أن ينساه أي إنسان أي مواطن في العالم، لذلك يخص كل الناس، وهي أساسا قضية حق وعدالة. وهذا الموضوع الحق والعدالة هي موضوع عالمي، ليس مختصر بموضوع فقط وطني أو بموضوع سياسي. لذلك أعتقد أن اليوم الوضع الفلسطيني أو القضية الفلسطينية، لأنها قضية والمهم أن تسمى قضية لأنها قضية عالمية، هي قضية تسير نحو تحقيق العدالة، وهذا
أعتقد أيضا من إيجابيات اتفاقيات أوسلو أو قبولنا فكرة السلام مع إسرائيل والتعايش مع إسرائيل، برهن للعالم أن الذي يرفض الاعتراف بالآخر، الذي يرفض الآخر، الذي يتصرف وكأنه العالم فقط محصور في الوجود اليهودي والدولة اليهودية، هو الدولة الإسرائيلية. أما الطرف الفلسطيني فقد أصبح واضحا اليوم بعد 50 سنة من النكبة أنه موجود، أنه له حقوق، أنه له قيادة، وأن أكثرية الدول بالعالم مستعدة للاعتراف بهذا الشعب وبحقوقه. وأعتقد أن التصويت الذي رأيناه الأمس بالأمم المتحدة بالجمعية العمومية هو برهان عن ذلك. ولكن هنالك ما زال ضعف كبير جدا على الأرض، لأن هنالك، ويجب أن نقول، لهنالك ضعف عربي. لن يكون هنالك قوة فلسطينية إن لم تكن هذه القوة الفلسطينية مدعومة بموقف عربي موحد. وهنالك أكثر من سبب للأسف للاختلاف العربي، وإن كانت المصالح العربية مشتركة مثل هنالك مصالح أوروبية مشتركة باختلاف الأنظمة الأوروبية. ويجب أن يكون هناك بالرغم من اختلاف الأنظمة السياسية العربية هنالك موقف عربي موحد لمصلحة العرب المشتركة، وهذا ما زال من الإنجازات التي نتمناها. استراحة تانية مع الإعلان، نرجع نتابع لقاءنا. أصدقائي المشاهدين، خليكم معنا. نعود إلى مرايا ليلى شهيد من باريس. عام 99 هو عام إعلان دولة فلسطين. شو هي المشاكل والعقبات اللي رح تخلق من جراء هالشيء؟ وهل رح تسمح إسرائيل بقيام دولة؟ الحقيقة أن نحن أعلننا الدولة أول مرة عام 88 بالجزائر بالمجلس الوطني الفلسطيني. ما يختلف الآن فيه الوضع أننا نعلن دولة من فلسطين، من أرض فلسطين. وبلا شك أن الذي سيعيق ليس إعلان الدولة، لأن هذا حق سنستعمله بغض النظر ما رأي إسرائيل أو الولايات المتحدة، هو الواقع الحقيقي على الأرض. اليوم نحن نمتاز فقط بسيادة على 3% من الأراضي الفلسطينية. آمل أن نكون في أيار 99 قد حصلنا على مساحة أكبر من السيادة. ولكن بغض النظر عن ما سيكون الوضع على الأرض، سنعلن هذه الدولة لأن هذا حقنا. وأعتقد أنه أهم فيها أننا سنحصل على اعتراف من عدد كبير من الدول بالعالم، لأنك كما قلت لك الأمس صوتت 124 دولة بصالح القرار الذي يطالب بإعطائنا مكانة عمليا تشابه مكانة الدولة في الجمعية العمومية. وآمل أن في أيار 99 نكون قد حصلنا على عدد أكبر. وأعتقد أن هذا ربما هو الخيار الوحيد الذي لدى المجموعة الدولية لكي تجابه التعنت الإسرائيلي. ليس هناك أكثر من طريقة، أو نجابه بطريقة عسكرية، وهذا لا يود أن يعود له العالم، لأن إذا دخلنا في صراع عسكري فلن نعرف كيف ينتهي، أو من خلال عمل دبلوماسي مثل الاعتراف بالدولة وأن تعترف بهذه الدولة كل الدول في العالم الذي تود أن ترى سلاما حقيقيا يعطي الجميع حقوقه في هذه المنطقة. العلاقات الفلسطينية الفلسطينية رجعت للتدهور؟ لا مش متدهورة، بالعكس. أنا بذكرك أنه وقت ما عدنا إلى فلسطين، وقت ما دخلت السلطة الوطنية ودخل أخ رئيس أبو عمار على فلسطين، كان الإعلام الغربي يتكلم عن حرب أهلية في غزة، تتذكر؟ طبعا. والحقيقة أن لم تحصل هذه الحرب، بل بالعكس حصلت انتخابات، وهنالك مجلس تشريعي، وهنالك حكومة، وهنالك معارضة، وهذا أفضل ما يمكن أن يكون في نظام ديمقراطي. ولا أعتقد أن هنالك أي خطر عن قيام خلاف فلسطيني خطير، بل بالعكس. لكن في تزعزع اليوم شبه خطير بين حماس وبين لا أشارك أو سلطة الحكم الذاتي. لا هنا حماس في المعارضة، وهذا حقها الشرعي، مثل ما هنالك معارضة أيضا علمانية، هنالك جبهة شعبية وجبهة ديمقراطية أيضا في المعارضة. وأعتقد كما يقول الرئيس أبو عمار، سأناضل من أجل حق المعارضة أن تعبر عن نفسها. هنالك معارضة سلمية وهنالك معارضة مخيفة. ليس هنالك أي خطر في أن يكون خلاف بين القيادة الفلسطينية والمعارضة غير النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح لتعبير الرأي المعارض بطريقة سياسية. ليس هنالك، ولم يكن هنالك بآخر 5 سنين، بغض النظر عن الخلاف حول
اتفاقية أوسلو أي اعتداء عسكري أو أي محاولة عسكرية من المعارضة تجاه السلطة الوطنية. التزام السلطة الفلسطينية بأمان الدولة الإسرائيلية بخلي السلطة احنا مش ملتزمين بمواجهة أيوة. مع الأطراف المعارضة. لا هنالك يجب أن نقول الحقيقة، هنالك ميزان قوى ليس بصالحنا وليس بصالح أي دولة عربية للأسف. لذلك نحن ما زلنا ولبنان ما زال وسوريا ما زالت بصراع لتحقيق حقوقها الشرعية المشروعة في تحرير أرضها. ولكن نحن مش مسؤولون عن الأمن تبع دولة إسرائيل ولا المواطن الإسرائيلي، نحن مسؤولين فقط عن أمن مواطنينا. ونحن بما أن اخترنا أن يكون الصراع سياسي وليس عسكري نحاول ضمن هذا الاتفاق أن نتحمل مسؤولياتنا. ولكن عندما تعتدي علينا إسرائيل وتقوم بمستوطنات جديدة وتأخذ أراضي جديدة بالقوة وتنسف بيوت، فهي تدفع أيضا سعر خرقها للاتفاقية. وعندما تقوم بعض الأوساط بعمليات عسكرية فهذه إجابة أيضا على الخروقات الإسرائيلية بلا شك. أي أوساط؟ أوساط مدنية؟ لا، من اللي بتكون ضحية ولا اللي بتقوم بالعمل بتقوم العسكري؟ بالعملية. لا، العمل العسكري المنظمات اللي تقوم به بتعلن عنه، أكتريته من حماس أو من حزب أو من الجهاد الإسلامي مثل من حزب الله في جنوب لبنان. هيدي الأطراف تحديدا. أيوة. اليوم إذا أنتم في عندكم اتفاق أيوة. بينكم وبين إسرائيل ومفروض تلتزموا بهالاتفاق وتحافظوا أيوة. على الاتفاق. إذا التزم الطرف الإسرائيلي. إذا التزم الطرف أيوة. الإسرائيلي. هنالك أطراف وهالأطراف تحديدا هي ضد المسار أو المسار السلام. أيوة. اللي وقع. هل بيعني اليوم أنه في بين السلطة وبين الشعب الرافض اتفاقيات السلام مواجهة؟ لا أبدا ولم يكن مواجهة. يعني ليش عم نعمل نحن تنبؤ؟ بعد ناخذ كل اللي حصل بآخر 5 سنين من يوم تلك السلطة الوطنية موجودة، هنالك نقاش سياسي مفتوح إن كان داخل المؤسسات أو في الشارع أو في الإعلام لرأي السلطة ورأي مؤيدين السلطة ورأي المعارضة، وهذا شيء صحي جدا. ولا أعتقد أن هنالك أي شكاوي أن يكون هنالك نقاش مثل ذلك في أي بلد آخر، من عدا عندما يحاول البعض أن ينظر ذلك كأنه خلاف في الساحة. نحن لم نكن في أي وقت من تاريخ منظمتنا اللي هي منظمة التحرير الفلسطينية حزب واحد. المنظمة الفلسطينية هي جبهة لمجموعة من التيارات السياسية الفلسطينية، من القوميين العرب إلى الإسلاميين مرورا بالشيوعيين والليبراليين. وهذا هي خيار حقيقة لقيادة ياسر عرفات، التعددية السياسية من الإنجازات الذي أنجزها ياسر عرفات في الطريقة الذي أدار فيها هذه الحركة الوطنية. هنالك خبرات أخرى بحركة التحرر، مثلا في الجزائر كان هنالك حزب واحد فرض حزبه جبهة التحرير الوطنية الجزائرية كالحزب الوحيد الذي لديه الحق في قيادة الشعب الجزائري. لم يكن ذلك خيار ياسر عرفات، وهذه التعددية أرادها ياسر عرفات بما فيها وجود تنظيم مثل حماس، هي من الخيارات الذي اختارها وهو في حوار دائم مع حماس ما زال حتى اليوم. ولم يكن هنالك أي مجابهة، لأن أيضا في قيادة حماس هنالك حس في المسؤولية تجاه مستقبل الشعب الفلسطيني، وتعلم القيادة في حماس أو في الجهاد الإسلامي أن أي اقتتال داخلي سيكون فقط بصالح إسرائيل. طيب كيف بتشوف اليوم الهوة الموجودة بين فلسطينيي الداخل يعني فلسطينيي غزة والضفة وفلسطينيين القادمين من الشتات من تونس؟ أيوة. هل من الممكن حصول انفجار؟ لا، أولا ليس هنالك صراع بين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية والأتون. هذا كان ممكن أن يكون في أول مرحلة من عودتنا، لأن هنالك واقع أن هنالك شعب عاش تحت الاحتلال وهناك شعب آخر عاش في المنفى، وهذا الخطر تخطيناه عمليا. لأن اليوم الصراعات في الأراضي الفلسطينية صراعات في خيارات سياسية مثل ما قلت لك، مثلا معارضة وأطراف موالية أكثر للسلطة. ولكن هنالك خطر حقيقي هو بين من حصلوا على قسم من حقوقهم المشروعة من اتفاقية أوسلو، مثل مواطني الضفة وغزة والقدس الشرقية، مثلا حق الانتخاب، حق الترشيح، حق التمثيل، حق العيش بطريقة حرة، واللاجئين الفلسطينيين الذي يمثلون حتى الآن النسبة الكبرى من الشعب الفلسطيني في الملجأ في الأردن، في سوريا، في لبنان، في الخليج، في مصر.
وهؤلاء يشعرون، وأنا أفهم شعورهم، لأن في الاتفاقية هنالك قضايا أساسية مؤجلة للمفاوضات المرحلة النهائية، هما قضية القدس وقضية المستوطنات وقضية اللاجئين وقضية الحدود والمياه. واللاجئين بلا شك هم 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 أساس القضية الفلسطينية، لأنها قامت ضد طردهم أصلا، وقامت قبل احتلال 67. ولديهم شعور أن في اتفاقية أوسلو لم يعط حقهم حقيقة. والحقيقة أن يجب أن يعلم اللاجئين أن إن الموضوع لم ينسى، ولكن بما أنه اتفاقية أوسلو اتفاقية على مراحل واتفاقية مبرمجة على فترة طويلة، لأن هذا الواقع الميزان القوى الذي كان موجود يوم وقعنا هذا الاتفاق واضطررنا أن نقبل هذه المرحلية في الاتفاقية، وضع المسائل الأسهل وهي الانسحاب العسكري من الأراضي المحتلة، ووضع القضايا الأكثر صعوبة مثل اللاجئين والقدس والمستوطنات إلى المرحلة الثانية من المفاوضات. واليوم نحن أمام تعنت حكومة جديدة إسرائيلية تجعل هذا الموضوع أو يجعل اللاجئين أكثر هماً في تحقيق حقوقهم بالعودة وبالاعتراف. ولكن أعتقد أن دون حل موضوع اللاجئين ليس هنالك حل القضية الفلسطينية، لأن اللاجئين هم أساس هذه القضية، ويجب ربما أن يشعروا بإطمئنان أكثر، وربما يجب أن تعطي القيادة الفلسطينية أكثر ضمانات للاجئين لكي يعلموا أنهم ما زالوا هما في صميم الموضوع الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ولن يكون هنالك حل دون أن ندخل في المفاوضات حول حقهم المشروع في العودة، وهذا حق معترف به وقد اعترفت به حتى إسرائيل عندما دخلت الأمم المتحدة عام 50. اضطرت إسرائيل أن تعترف بكل القرارات التي صوتت قبل دخولها، وهي قرار التقسيم وقرار حق العودة 181 و 194. بالمخيمات الفلسطينية، بما أنك عم تحكي عن اللاجئين، بالمخيمات الفلسطينية بلبنان هنالك نقمة على التأخير بلا يلي شك. حاصل بلا وعلى شبه النسيان يلي غرقاني فيه. والخوف أنه مخطط التوطين سيحل مشكلة إسرائيلية. لا نحن لا نقبل فكرة التوطين بتاتا، لأن لو كان بمشروع المنظمة أن تقبل التوطين لقامت به بسنين العز، عندما كان هنالك إمكانية لتطور اقتصادي للاجئين في بلاد المنفى. نحن نرفض فكرة التوطين. بالأردن، بسوريا، بلبنان كان هنالك إمكانيات، لأن كان هنالك طلب ليد عاملة رخيصة كانت تقوم بها الجاليات الفلسطينية. ولكن نحن واللاجئين رفضوا التوطين، ونحن كقيادة فلسطينية نرفض التوطين. ولكن أنا أفهم تخوف اللاجئين، لأن لديهم شعور أن كل التركيز على سكان الضفة وغزة، وهناك شعور مماثل عند سكان القدس الشرقية، لأن أيضا موضوع القدس الشرقية مؤجل إلى المفاوضات النهائية. فمن المشروع أن يشعر اللاجئين في المنفى وسكان القدس الشرقية أن حقوقهم نوعا ما لم تعطى حتى الآن، وهو الحقيقة لم تعطى لأن لم نتفاوض حتى الآن على هذا على وضع اللاجئين أو سكان القدس الشرقية، ولكن هذا هو واقع ميزان القوى الذي نحن فيه. ولكن المهم أن يكون هنالك ثقة بأن القيادة الفلسطينية لن تسكت ولن تقبل بأي حل دون أن ندخل في تطبيق حق العودة للاجئين، إن كانوا في لبنان أو في الأردن أو في سوريا أو في أي بلد آخر. بالقسم الأول من البرنامج جينا على ذكر اتفاق أوسلو، وصلنا له هلأ. اتفاق أوسلو هل ما زال موجود؟ اتفاق أوسلو منذ أن أتى نتنياهو إلى الحكم في حالة تعليق معلق، ليس مطبق، معتدى عليه، لأن كل ما قامت به هذه الحكومة الجديدة هي عملية إعلان حرب، لأنها تقيم مستوطنات جديدة، تدمر بيوت جديدة، تقوم باعتداءات جديدة كل يوم. ولكن للأسف الطرف الوحيد الذي يستطيع أن يعلن عن موته النهائي هي الولايات المتحدة، ونحن ننتظر منذ 8 أشهر منذ أن بدأت ميسيس أولبرايت في محاولة تقريب وجهات النظر لتطبيق الاتفاقية مع الحكومة الجديدة الإسرائيلية، ننتظر الحكم الأمريكي حول هل هذا الاتفاق قد مات ويجب أن نخرج بدرس حول المستقبل أو لم يمت حتى الآن. ونحن أعتقد في آخر ساعات
احتضار هذا هذه العملية، وتستطيع أمريكا إذا قررت تستطيع أن بكل سهولة. هي غير عاجزة. أن هي غير عاجزة، وهي تكذب عندما تكون أنها عاجزة. هي لا تريد حتى الآن إجبار الحكومة الإسرائيلية على احترام ما وقعت عليه، ولكن إذا قرر الرئيس كلينتون أنه سيستعمل إمكانيات الضغط التي لديه في إجبار إسرائيل على تطبيق الاتفاقية، يستطيع في 24 ساعة. فالقرار في للأسف في الوقت الحاضر في يد الأمريكان، والأوروبيين يحاولون أن يلعبون دور في هذا النظام العالمي الجديد، ولكن بلا شك أننا بعد زوال الاتحاد السوفيتي نعيش كلنا في ظل دولة عظمى وحيدة هي الولايات المتحدة. هل الفلسطينيين ندمين اليوم على المفاوضات يلي حصلت يلي عليها بترتب قيام الحكم الذاتي والقوقعة بمناطق متقطعة وغير مرتبطة ببعضها، وقد وصفها البعض بدولة الشبر؟ أيوة، هنالك تساؤل. إذا توقفت المفاوضات في هذه المرحلة وكانت الأراضي السلطة الوطنية فقط هذه المناطق الحكم الذاتي المحاصرة، بلا شك الوضع أسوأ كثيرا من قبل. ولكن هنالك شعور عند الشعب الفلسطيني في أراضي السلطة الوطنية أن نحن في طريق لا نستطيع أن نعيده إلى الوراء. نحن في طريق قيام دولة على الأرض، وهنالك وزارات، هنالك مؤسسات، هنالك حركة ديناميكية في المجتمع الفلسطيني لها أيضا تأثير على المجتمع الإسرائيلي، لا يستطيع أن يدمرها أحد. هي في خط تاريخي نحو قيام دولة فلسطينية، تستطيع أن تعيق مسيرتها مرحليا، تستطيع أن تضربها وتهزمها مرحليا، ولكن لا تستطيع أن توقفها توقيفا نهائيا. هنالك إنجاز والاعتراف بوجود شعب فلسطيني بحقه، هنالك وجود فلسطيني على الأرض. لا تنسى أننا بدأنا كحركة بين اللاجئين من خارج فلسطين، والآن نحن اليوم في فلسطين بلا شك على قسم صغير جدا، ولكن في فلسطين، وهذا شيء لا يعود إلى الوراء. الحياة الاقتصادية بالضفة مرتبطة كليا بإسرائيل، ما في مطار، ما في مرفأ، ما في منفذ، لوين هالشيء برأيك رح يؤدي؟ مرتبطة مش بإسرائيل، مرتبها بالوضع السياسي. يعني عندما نطبق الاتفاقية نستطيع مثلا أن نتبادل تجاريا مع الأردن بالضفة، مع مصر في غزة، نستطيع أن نستعمل المطار الذي هو مبني وجاهز لنصدر إنتاجنا إلى العالم كله. ولكن كله مربوط، غير مرتبطة ببعضها، المناطق متقطعة. مظبوط، للأسف هذا أيضا هو صورة الواقع تبع الموجود، ولكن لا تستطيع على كل حال أن تكون اليوم مستقل تماما اقتصاديا حتى لو كنت دولة مثل إسرائيل. إسرائيل لماذا توقع على اتفاقية سلام؟ لأنها بعد 50 عام من الوجود رأت أنها لا تستطيع أن تعيش في المرحلة الجديدة من العالم الاقتصادي الذي هو عالم تجارة اقتصاد سوق موحدة في العالم دون أن يكون لها علاقات تجارية مع جيرانها. لذلك تود أن توقع اتفاقية سلام، لأنها لم تهزم عسكريا، هي تختار أن توقع اتفاقية سلام لأنها تود أن تكون قسم من هذه المنطقة. وأعتقد أن إذا نجحنا في تطبيق الاتفاقية وإجبار إسرائيل على الاعتراف بدولة فلسطينية، نستطيع أن نقيم علاقات اقتصادية وتجارية مع جيراننا العرب أولا، ثم مع إسرائيل في حالة سلام. ولكن هذا ما زال مربوط بالنجاح في تطبيق الاتفاقية على المستوى السياسي والعسكري. بعد فندي سؤال واحد بهالشيء، الظاهرة النسائية بالشأن العام نادرة وقليلة، بينما بجانب الفلسطيني هنالك حركة نسائية كبيرة، ليلى شهيد، حنان عشراوي، أم جهاد. كيف تفسري هالظاهرة؟ وهل برأيك الدور رح يبقى فاعل بعد الثورة، أن المرأة سوف تهمش بالحياة السلمية مثل ما حصل هالشيء بسائر الدول العربية؟ الحقيقة أنه أنا بعتقد بكل مجتمع بيصير في ثورة، يصير في ثورة. نحن ثورتنا كانت من أجل استرجاع حقوقنا الوطنية، هذه ثورة بتعمل ثورة بكل النواحي الأخرى من الحياة الاجتماعية والفكرية والحضارية، وبتسمح مثلا للمرأة بمجتمع مثل مجتمعنا الفلسطيني أنه تلعب دور أكبر من المجتمعات المحافظة يلي ما عندها سبب أنه تعمل ثورة. ولو أخذنا مثلا فقط المجال الاقتصادي، لا تستطيع الامرأة الفلسطينية أن تجلس في المنزل، لأنها تحتاج أن تعمل لكي تأتي بمدخول يسمح لعائلتها العيش. أو عندما تكون مثلا في الأراضي المحتلة والأكثرية الرجال معتقلين مثلا،
تحتاج المرأة أن تخرج إلى الشارع وتجابه الاحتلال مثل ما رأيناه في فترة الانتفاضة. لذلك أعتقد أن وضع المرأة الفلسطينية مختلف، لأن وضعها الاجتماعي والسياسي كمجموعة وطنية مختلف مثل ما رأينا في الجزائر. الخطر الأكبر ما يحصل بعد الاستقلال، والحقيقة أن المرأة الفلسطينية واعية جدا لهذه الخطورة من الدرس الجزائري، عندما رأينا أن المرأة الجزائرية من بعد أن شاركت في حركة التحرر الوطني أعيدت من بعد إلى منزلها. لذلك تحاول النساء الفلسطينيين أن تطرح هذا الموضوع منذ الآن في التشريع الفلسطيني. هنالك كما تعلم نائبات فلسطينيات في المجلس التشريعي تطرح هذا المشكل، ومشكل أن يدون في القانون الفلسطيني مساواة المرأة والرجل في كل الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وهنالك نص إعلان الدولة الفلسطينية الذي وضعه الشاعر الكبير محمود درويش، الذي يعطي نوع من ضمانة أننا نود أن نبني نظام ديمقراطي برلماني تتساوى فيه الحقوق للجميع بما فيها النساء والرجال وكل مكونات المجتمع بكل تكوينه، وليس هنالك أي ضمانة إلا أن تبقى النساء الفلسطينيات واعية لحقوقهم ولضرورة المساواة على كل المستويات لحقوقهم وحقوق الرجال، وهم والحمد لله واعيات. السلاسل والوضوح والتشويق هن خصائص حديث السيدة ليلى شهيد. بنختم لقائنا بالفقرة اللاحقة بعد الوقفة، خليكم معنا. الفقرة الأخيرة من برنامج مرايا مع السيدة ليلى شهيد. ليلى شهيد، حضرتك قريبة جدا من الشاعر محمود درويش، وقد جئت على ذكره أكثر من مرة ليلى بحديثنا، وقد رفقتي بالأزمة اللي تعرض لها مؤخرا واللي عرضت حياته لخطر الموت، محمود درويش المثقل بمآسي وشجون والمصاب بجراح من الصعب محوى، ولملمت كان لني الفائقة، وقد كنت إلى جانبه من البداية حتى فتت النقاهة، وهو مدين إلك بحياته حسب ما صرح أنا. بالرغم من نفيك لهالشيء، احكي لنا عن ملابسات الحادثه، شو صار بالتحديد؟ الحقيقه انه نحن مديونين للاخ محمود درويش، اولا لشعره، لانه هو ضمير الشعب الفلسطيني، وهو ضمير الشعب الفلسطيني بعلاقته مع نفسه وبعلاقه الشعب الفلسطيني مع العالم، ويرمز ويمثل ويعبر عن شعورنا واحاسيسنا افضل وأكثر تعبير ممكن وأكثر تعبير قريب على واقعنا. والحمد لله أنه هو الآن بصحة جيدة جدا، وحصل اليوم مستقرة جدا، والحمد لله خضع لعملية جراحية للأورطة الأساسية في جسمه، لأنه مثل كثير من المدخنين لديه مشاكل في الشرايين اصلا من تاثير النيكوتين والدخان وايضا الكوليسترول، والحمد لله انه الان عاد الى حياه طبيعيه وهو بصدد العوده الى نشاطه الطبيعي. وما قمت به هو واجبي الطبيعي، اولا كسفيره وثانيا كصديقه، واكن احترام ومحبه كبيره لمحمود درويش، وهو يزيد من فضلي اكثر من اللزوم، لانني اعتقد ان ما قمت به سيقوم به أي إنسان كان بجواره في فترة لم يكن يعلم أنه مريض حقيقة. فهو كان بزيارة إلى باريس بعد عودته من بلجيكا، حيث أعطي دكتورة أونوريس كوزا من الجامعة، وزار طبيب ولم يعلم أن هنالك ضرورة كبيرة لإجراء أي عملية، والحمد لله أن كان الطبيب متجاوب جدا، ف أدخله المستشفى وأجرى العملية بسرعة، والآن الحمد لله بألف خير وسيعود إلى نشاطه الذي ينتظره الجميع، لأن لديه قراء وأصدقاء، وكان متأثرا جدا خلال نقاهته وخلال من بعدما أفاق من العملية بتضامن وتعبير الشعب اللبناني والمثقفين اللبنانيين له بالذات. ويجب أن تعلم ويجب أن يعلم الجمهور اللبناني أن لم يعبر أي طرف بمحبة وتواجد وأمسيات أقيمت لمحمود درويش مثل ما عبر المثقفين والجمهور اللبناني، وكان لدى
هذا التعبير صدى كبير في إعطائه القوة المطلوبة لمكافحة المرض، وقد عبر أكثر من مرة عن هذا الشعور، وأعتقد أنه سيعبر عنه في أول فرصة يزور فيها لبنان. ليلى شهيد، لقد تزوجت من محمد برادة، أستاذ جامعي ومغربي جنسية، فانتقلت للعيش بالرباط فترة من الزمن، لكنك غادرت الرباط لتلتحقي بمراكز عملك المختلفة وبقهوة هوني، هالشي ذكرتيه قبل شوي. هل قضية الوطن بالنسبة لك بتبقى أعلى وأهم من حياتك الشخصية ومن زواجك؟ لا أستطيع أن أقسم حياتي العملية والسياسية والشخصية بحدود حقيقية، لأنني لا أعمل في قضية فلسطين كمهنة. لا أستطيع أن أتصور نفسي لا أدافع عن قضية فلسطين، لأنني مكونة من هذه المكونات التي تجعل كل نواحي الحياة الفلسطينية نواحي من حياتي الشخصية. نعم. ليس هنالك فارق بين الشخصي، ولا أشعر أنني أقوم بمهنة أنا عندما أدافع عن فلسطين وأعبر عن قناعة وعن شعور شخصي وفي لما أنا مصنوعة منه، من حياتي العائلية، من أجدادي، من والدتي، من والدي، من ما أنتمي إليه من مجتمع، ولذلك لا أستطيع أن أفرق. ولكن بلا شك ما هو صعب هو التحمل نوعية الحياة بعمل مثل ذلك، يتطلب كثير من الـ الوقت من التفرغ. التفرغ في كل ساعة من النهار. طيب إذا أنا بدي أحاول أفصل الحقيقة حياتك اليوم، ما رح أقول مهنية لأن منا مهنة، حياتك الوطنية أو انتمائك الوطني أو تفرغك الوطني، التزامك السياسي طبعا، وحياتك الشخصية أو العائلية، أمتى تلتقي بزوجك؟ بظروف للأسف مش دايما ملائمة، ولكن مثل ما قلت زوجي جدا ساعدني ودعمني بالعطل، بيجي بيزورني أو أنا بروح بزوره، والحمد لله أنه الآن تقاعد من العمل في الجامعة، وهذا يسمح له أن يكون معي أكثر، وكما تلتحق الزوجة بزوجها عندما يكون لديه مهنة أو منصب معين. لا، ليس لمحمد أي مانع أن يلتحق بي، خاصة أنه من مناصري الحركة النسائية العربية، وذلك من قبل أن أتزوجه، فأعتقد أنه يلتحق بهذا الوضع ويقبل هذا الوضع، لأنه لديه قناعة أن الإمرأة العربية لها دور مهم جدا في بناء الديمقراطية في المجتمع العربي. غياب الأولاد عن حياتك، هل خلق نقص عندك؟ ما لا أعتقد بالحقيقة، كان بودي لأنني أحب الأولاد كثيرا، ولكن بنوعية الحياة التي اخترتها التي فيها تنقل كبير كان سيكون صعبا جدا أن أتحمل مسؤوليات والدة أو أم، لذلك أعتبر أن كل الأولاد فلسطين أولادي، ولا أشعر بفراغ من هذه الناحية. يعني أبناء الحجارة، أبناء المقاومة، أبناء الحجارة، أبناء مخيمات لبنان، أنا أشعر قريبة جدا من مخيمات لبنان لأنني أنتمي إلى لاجئين لبنان، وإن كانت ظروفي ربما على المستوى الاقتصادي أفضل من البعض، ولكن أشعر بانتماء كامل للاجئين الذي لم تعطى حتى الآن حقوقهم، لذلك لم أحصل حتى الآن على مواطنة فلسطينية في الضفة وغزة، وسأنتظر حتى نتفاوض حول حق العودة. عائلتك الأم وين موجودة؟ وين عايش اليوم؟ والدتي ساكنة بلبنان، والدي توفى بلبنان ومقبور في لبنان، لدي بعض الأقسام من العائلة في لبنان وآخر في إنجلترا وحتى في أستراليا وفي الخليج، متواجدين في القدس، للأسف في كل مكان مثل أكثر العائلات الفلسطينية. وكلهم ملتزمين سياسيا مثلك؟ في هنالك معارضة، هنالك نقاشات سياسية حادة بيني وبعض أعضاء العائلة، هنالك ناس يتفهمون أو يتبنون نفس الموقف الذي أتبناه الذي هو يدعم القيادة الفلسطينية الحالية، وهنالك نقاش حر وبعض الأحيان حاد بيني وبعض أعضاء العائلة. لا بلا شك أعتقد أن هذا من ميزات الشعوب المسيسة كثيرا، أن تجد في كل عائلة كل الانتماءات، وهذا أيضا موجود في لبنان. من هو صديق ليلى شهيد؟
صديق ليلى شهيد، أي إنسان اللي ممكن أشعر أنه في بيني وبينه شراكة في القيم اللي مندافع عنها، إن كانت قيم الحرية أو المساواة أو الديمقراطية، يستطيع أن يكون صديق بغض النظر إن كان أبيض ولا أسود ولا أصفر ولا عربي أو غربي. أعتقد أنه القيم اللي بتجمع الصداقات الحقيقية. ليلى شهيد القوية والشجاعة والمناضلة والمقاومة والصلبة، قدام مين أنت ضيفي؟ قدام الأطفال وقت ما بيتعذبوا، وبالذات أطفال الحرب، مشان بعتقد أنه في شيء كتير صعب أنه يتحمله أي إنسان عنده شوية أحاسيس مرهفة، هو ضحايا الحروب، وعندما يكونون أطفال وما له ما عندهم أي مسؤولية في القرارات اللي بتصير فوقهم. الأغنيات العديدة والقصائد الكبيرة فيروز كتبت وتغني فيروز. فيروز هي الست الأولى والأخيرة، ولن يكون أهم منا بالعالم، وفلسطين مديونة كتير لست فيروز لأحلى غناني غنتهم للقدس. يقال أن الحق ما بيموت. الحق ما بيموت بلا شك، الحق ما بيموت وبيتوارث من جيل إلى جيل، والحق دائما بينتصر بالآخر حتى وقت ما بيكون طريقه صعب، ولكن دائما بينتصر بالآخر. يقال أيضا أنه بعصرنا اليوم الضعيف لحقوق له وهو سجين عند القوي، هل الشعب الفلسطيني رح يسترجع حقه برأيك؟ القوي هو قوي بإيمانه، قوي بقراره أنه يقاوم، قوي بعزة نفسه وكرامته، مش قوي دائما بسلاحه. نحن اليوم بعصر سلاح النووي، إسرائيل عندها سلاح نووي، بس هذا ما حماها من أنه تموت خوف بحرب الخليج مشان كان ممكن. وبعتقد أنه القوة هي مش دائما بالإمكانيات اللي بتبين، القوة هي قوة داخلية، وبعتقد أنه اليوم الشعب الفلسطيني عنده هالقوة الداخلية، عنده هالقناعة وهالثقة بالنفس، ومش خايف من المستقبل، وحتى إذا بيعتقد أنه ضحى كفاية مشان الواحد يقصر معاناته، ولكن قوي جدا ذاتيا. هل تشعر بإحباط بخيبة بالنسبة للقضية ككل اليوم؟ بلا شك، بشعر أنه هناك تخاذل وهناك جبن من الغرب مخيف، لأن الغرب هو اللي اضطهد اليهود، هو اللي عمل محارق لليهود بالغرب بأوروبا بألمانيا النازية، واستطاع بلعبة الإعلام وبتشويه التاريخ والوقائع الحقيقية أنه يحط الحق على العرب، وكأنه العرب هم اللي قاموا بهذه المجازر ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية. والحقيقة أنه المكان الوحيد المجتمعات والطوائف اليهودية عاشت فيه بحرية وباحترام بمساواة هو بالعالم العربي. الطوائف اليهودية بالمغرب والجزائر ولبنان وسوريا والعراق كانت عندها حقوق مثل كل الأقليات، الحقوق التي لم تحصل عليها في البلاد التي تدعي الديمقراطية. وللأسف الإعلام هالقد مهم في السياسة أنه هن شقلبوا الوقائع، ولكن اليوم بعتقد أنه هذه الحقيقة معروفة، ولازم نحن العرب نكون أكثر متواجدين في الإعلام لتصحيح الأكاذيب اللي قامت بها إسرائيل في الإعلام الغربي. ليلى شهيد، بكلمة واحدة، الحرب شو بتعني لك؟ الموت، المقاومة، الحياة، القضية، الكرامة، الاستشهاد، سعر الانتصار، الخيانة. الخيانة أضرب شيء، أسوأ شيء. السلام، السلام هي الحياة الطبيعية. الشرف، الشرف هي العدالة. الحق، الحق هي المساواة. العدالة، العدالة هي القضية الفلسطينية. الحرية هي السماء. فلسطين، الأم. لبنان، الأخ. ليلى شهيد، أنا بشكر حضورك معنا، بتمنى نكون بهاللقاء سمحنا للمشاهدين بالتعرف على وجه عربي ناجح ودود وذكي. طبعا حديثك مثل ما قلت مشوق جدا، دائما يهز العقول والقلوب، يبعث الأمل بمستقبل الوطن العربي، مستقبل زاهر، مستقبل في حق، ومستقبل عادل إن شاء الله. مستقبل أيضا مشترك لشعب لبنان ولدولة لبنان وفلسطين في إعادة البناء والحرية والتطور والديمقراطية. متأمل في كتار ناقشوا، في كتار حللوا القضية الفلسطينية، حضرتك واحدة من هالكتار، مع الفرق أنك بتحكي عنها بطريقة محقة وبطريقة نيرة. ليلى شهيد، ليلى طبعا في كتير ناس ما بيعرفوك، سمحني لهم يتعرفوا عليك، في عندك جيل جديد وأنا منهم، كنا منجهلك. يمكن أنا القراءات الحقيقة اللي
منكب علي اوقات بتساعدني اني التقي بناس اني اتعرف عليهم اني ادرسهم اني ادرس ملفاتهم. من هيك التقينا، لكن في جيل كامل في هو بينه وبين الماضي. اليوم اكتشفك وتعرف عليكي. حضرتك نعتيني قبل شوي اني غير مطلع كفايه على شو صار قبل الحرب. يمكن معك حق من خلال حياتك. طبعا 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 شيء طبيعي، شيء طبيعي. ونحن جيل اليوم بنفكر بطريقه مغايره للحقيقه، ونظرتنا للحرب اللبنانيه، نظرتنا للي صار، نظرتنا للصراع الفلسطيني اللبناني هي نظره مختلفه عن الواقع وعن سلب الواقع. بتامل نكون بهالحلقه قدرتي عبرتي عن رايك، عن راي جيلك. بتامل انه المثقفين اللبنانيين اللي ارتبطك فيهم صله وروابط وثيقه ومتينه واحترام كبير طبعا، فرحوا بهاللقاء. وبتامل اصدقائك اللي كانوا معك على مقعد الدراسه اللي ما التقيت فيهم من زمان، رغم طبعا ليلى استردوك واسترجعوك. شكرا. انا بشكر وجودك معنا لهلا، وبتامل نلتقي قريبا ان شاء الله بلبنان. بتحبي تخمشي اللقاء على ذوقك؟ بتحبي بدي بس شي. بدي اشكرك انت انك اعطيني هذه الفرصه انه اعود من خلال التلفزه الى هذا البلد اللي احبه كثيرا، والى جمهور الام تي في، واشكر الام تي في على هذه الفرصه، وان شاء الله انه بنلتقي بمناسبات. هذه سعاده لنا ولزي لنا، وطبعا رح نلتقي قريبا. اهلا وسهلا فيك، تصبحوا على خير.